يلا الهمه شويه الهمه شويه. كل ده كل بلاش. شحاته شحاته. ايوه حاج. ايوه انا هنا حاج. بتعمل ايه؟ من الصبح يا حاج بظبط الشغل بتاع الديفيليه. وخلصت ولا لسه؟ يعني مش فاضل كتير. طيب انا حشر حاجه تكون انت خلصت عشان عايزك. خلاص ممكن اكمل بعدين يا حاج. لا 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 ما تسيبش شغلك، كمل انت. انا هستناك يا حاج لو عايز. انا هنجي تحت امرك ما يعني. ما تبقاش لتات بقى يا شحاته. انا خلاص يا اخويا طلبت ينسوك بألف انا وشيف يا حاج. يا اسطى كنت عايز تروح روح انت. اسطى اسطى شايفتي لابس عفريته ولا ضارب مفك حط ورا ودي؟ وبقى انت شفتني ازاي؟ ده انا كلي قد كده، ده التاريخ ماوي. انت تخليك جنبه هنا يا زكي، واي حاجه تجد بلغني فورا. حاضر. ها بالتليفون حتى. ماشي. واي مصاريف ادفعها. معاك فلوس؟ معايا حد. معايا معايا. بس هو احنا كان عندنا كام شغلانه كده. عارف انت هتتكلم في ايه؟ انا هخلي مرسي. لا مؤاخذه يا حاج، هخلي مرسي ولا شحاته يومه باللي انت كنت بتعمله. ما تقلقش، المهم تخليك هنا. انا لازم الحق مواعيدي. ماشي؟ عمرك يا حاج، ربنا يزيدك من نعيم الله. ربنا يشفيه له يا رب. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك كده واقف وبص على صاحبك باندهاش يعني؟ هيجنني الجدع ده. ليه يا عم زكي؟ ما الراجل زي الفل وجه عمل الواجب. هو طول عمره صاحب واجب، بس المره دي حالته غريبه. هو صمم انه يدفع فلوس المستشفى، مش كده؟ مش كده وبس، ده مهتم لدرجه كبيره جدا. راجل ب 500 حاله، وفي كل حاله لازم تعجب بيه وتحبه. هو ده فواز السيار. طول عمره سيار. اديني قفلت الباب زي ما عمرتنا يا حاج. قول لي كنت عايزني في ايه؟ انا تحت امرك. فاكر الهيكل اللي كنت كلفتك بيها؟ حكايتي يا حاج. حكايه البنت اللي بتشتغل في محل الصرافه. فاكرها يا حاج. انا كنت عاوز اعرف منك لما سالت عليها عرفت ايه؟ يعني ما عرفتش حاجه كده ولا كده؟ بصراحه يا حاج انت لما طلبت منها اجيب لك قرارها انا فتشت عليها وسالت، وقلت اكيد انها تهمك طالما خليتني اسال عليها يعني. كويس. عرفت ايه بقى؟ عايز الحق يا حاج؟ كل خير. ايوه يعني سككها ايه؟ ملهاش في سكه عوجه كده؟ ملهاش اي سكه، دي عامله زي القطر بتفرم اي حد يهاوب ناحيتها. طمنت قلبي، الله يريح قلبك. طب هي الحكايه ايه يا حاج بالظبط؟ انت قلت لي انك عرفت عنوانها مش كده؟ يا بطني، بطني بتتقطع يا شاهين، مش قادرة. بطني بتوجعني قوي. ايه سرعتيني؟ معرفش مظهريني بتتقطع. انت كلت ايه ولا شربت ايه؟ انا عارفة كلت ايه ولا شربت ايه. يا بطني. الله يخرب بيتك، قومتيني من احلى نومة. مالك مالك يا حبيبتي؟ يا بطني مش قادرة، مظهريني بتتقطع. اكيد خدت برد. لا مش ممكن يكون برد ده، اكيد انا اكلت حاجه بايظه عملت لي تسمم. مش قادر مش قادر يا شاهين. تحب نروح للدكتور؟ معرفش بقى انا تعبانه. ده احنا كده نروح المستشفى. شغل ايه اللي انت عايزاه يا حياه؟ الست ست ربنا خلقها بهيئتها الناعمه دي علشان تبقى سكن لجوزها وحارس على اولادها، مش تتمرمط في الشغل ويبقى ليها مدير يقول لها روحي وتعالي. قول لها يا سميحة. شور يا حبيبي. طبعا عين العقل، كل اللي بتقوله صح. ما هو عشان عارف انك هتقولي كده قال لي اجي اخد رايك. طبعا حاطط في بطنه بطيخه صيفي. بغض النظر عن راي اخوكي ولا بطيخه جوزك، انت برضه غلطانه يا حياه. ما كانش ينفع تطلبيها منه دلوقتي يا حاج. ما انا بطلبها منه من يوم ما اتجوزنا يا بنتي. اقل كنت تستني عليه شويه تكون حكايه القضيه دي بردت، عشان جوزك ما يحسبهاش غلط ويفتكر انك عايزه تساعديه وتقف جنبه عشان ما يضعفش قصاد حد. الله، وهو ليه يحسبها كده؟ ما احنا خلصنا الكلام ده بقى من زمان، وبعدين انا اكدت له مليون مره اني راضيه بعيشتي معاه. ما تاخذنيش يا حياه، اللي قلتيه باليمين لحستيه يا اختي بالشمال. الله عليك يا راسي. روح يا شيخه، ربنا يفتحها عليك. شايفه الكلام الموزون؟ واسكيوز ميه بقى يا حياه، الواحدة يا حبيبتي مالهاش غير رضا جوزها، مش كده يا حق؟
ايه الحلاوه دي؟ تعالى سمعها. الله، فين كلامك بقى يا واعظ؟ ما تلمي نفسك يا واد، انت فاهم انهم مالهمش كبير ولا ايه؟ سيبه يا بلحاج، خليه يتريق براحته. والله العظيم بتريق، انا متاكد 100% ان الكلام اللي فيه الشفا هيطلع منك انت وبما يرضي الله. ونعم بالله يا حاج، انا كل اللي اقدر اقوله ربنا يهدي النفوس ويصلح الحال. شفت انا عارف بقولك الكلام الصح هيطلع من هنا. الحمد لله انا راجل محظوظ. الله، جرى ايه يا فواز؟ ما تركز معايا شويه. بقولك ايه يا اخويا، انا من ساعه ما اتكلمت معاه وهو قالب وشه ومش طايق البيت، وانا بقى بصراحه تعبت من المناهده والطبطبه. المناهده والطبطبه من واحده لجوزها مش حمل يا بنتي، ده حق وواجب ربنا هيسالك عليه. وبعدين يا بنتي يا هبله، خديه بالمسايس هتلاقيه بيلين كده زي العجين. وانت ناويه تشتغلي ايه يا حياه؟ يا اختي اي حاجه، المهم بس اتنفس. اتنفس؟ خدي يا اختي عيالك على كتفك وجوزك في دراعك وروحي اجدع جنينه فيك يا مصر، وتنفسي براحتك وشيلي من دماغك هبل الشغل ده. طبعا، وانا هاخد منك حق ولا باطل؟ يا اختي انت غاويه وجع قلبه والسلام. افضل حاجه للست انها تقعد وتتستت في بيتها. الله اكبر، الله يفتح عليك يا هدى. يا حاج، الحاج فين؟ الحاج اهو يا ضبش اهو. ايوه يا حاج، الاستاذ مرسي مستنيك. يلا انا رايح له حالا اهو. رايح فين يا فواز؟ مش تقولي الاول اعمل ايه؟ بطلي زن بقى يا حياه، اهمادي شويه لا يطفش منك. يلا قول له يغطي راسه، في راجل غريب في الجنينه. شايف يابا بيقول ايه؟ سيبك من اخوكي، انا رميت طوبته، انا هقعد مع جوزك وافهم منه. ما تغطي راسك انت الاخرى. ازيك يا مرسي؟ ازيك يا حاج؟ كمل الشاي. ماشي يا حاج. ايه خير يا حاج، مالك؟ مفيش، انا قلت اريح النهارده شويه. انت عارف الواحد ساعات بيحن لقعده البيت، بس شويه كده وهنزل انا وابويا. طيب بعد اذنك بقى يا حاج، يا ريت تمضينا على شويه الورق دول بتوع ديفلي يوم الخميس. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذن اقطع كلامك يا حاج، انا لقيت مدرسه في حته كويسه قوي. حلو، وممكن كمان نخش بنسبة معقولة جدا. مش حلو، لأن أنا مش عايز حكاية النسبة دي، أنا عايز المدرسة من بابها. من بابها؟ ده معناه بقى بنا حج وأرض وتراخيص ووقت، لكن النسبة دي إحنا ممكن نتحكم فيها وممكن نخليها بالشكل اللي إحنا عايزينه. لا، أنا عايزها من بابها. اللي تشوفه يا حج. ولا تسمم ولا أي حاجة يا سيدي. أمال إيه بس؟ تحت في المستشفى ادوها حقنة وطلبوا مننا اننا نعمل شوية تحاليل، عشان كده قلت اجي لحضرتك عشان تطمنا. التحاليل والكشف على المدام بيقول انها حامل وفي شهرها التاني. حامل؟ حامل من مين؟ افندم؟ لا لا لا، مش قصدي، مش فاهم. بيقول لك حامل يا سي شاهين. مبروك يا استاذ. كان نفسي اما خيارها بيني وبين ابوها تختارني انا، انما للاسف اختارت ابوها. واحنا مش هنخلص من الحكايه دي بقى. معلش يا حاج، استحملني، الحكايه لسه طازه وما بردتش. طب بقول لك ايه، انت مش كنت قلت لي يعني ما عاوز اتكلم معاك زي الصحاب كده، يعني ابقى اتكلم؟ طبعا، وانا عند وقتي، سرك كبير. اصل في حكايه كده حاصله يعني، بس مش عارف اجيبها لك ازاي. حكايتي دي شكلها جامده قوي، اللي واقفه في زورك. بقول لك ايه يا غالي، انت ما تصعبهاش عليا انت كمان. خلاص انا هسكت خالص. اصل من مده كده شفت واحدة يعني. حلو قوي الكلام ده، ايوه كده بقى، انضم لفريق المحترفين. ولا انت مش قلت هتحط لسانك جوه بقك؟ اهو. اصل انا يا ابني كبرت، والواحدة مفيش امر منها،
وحياه اختك مسكينه مش حتفه ما بيني وما بين بيتها، وانا بصراحه ربنا نفسي اريحها. ريحها هي برضو بعدها لك يا انت ما تتلم، خليني اقول لك الكلمتين. ما هو الكلمتين باينين، انت عايز تتجوز الحاج منعم. لا 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 لا، مش انا لسه يعني زي ما تقول بفكر، مش اصل بلا اصل بلا فصل. الحكايه واضحه زي الشمس، وطالما بحلال ربنا انا ابنك قبل لك الشربات كمان. اصلها بيني وبينك يعني بنت غلبانه ومنكسره بتجري على اخواتها. قوم بينا يا حاج. على فين؟ مش عارف عنوان بيتها؟ ايوه عارفه، انما ليه؟ نروح نقرا الفاتحه ونتفق. ايوه انا اصلا اتفقت معاها ان احنا هنعدي عليهم يوم الجمعه. يوم الجمعه؟ خير البر عاجله يا حاج، وطالما بما يرضي الله يبقى على البركه. يلا بينا. يلا بينا يا حاج. طيب يلا بينا. طيب. وصلوا. انا عارفه هو مستعجل على ايه، المفروض كان يجي يوم الجمعه. يا بنتي اهو خالك بره وهيقابلهم، وانت شهري شويه على ما اعمل لهم حاجه يشربوها. قال يا خبر بفلوس كمان شويه وابلاش. انتوا قاعدين هنا تسايروا وسايبين الناس قاعدين بره؟ الحاج بنعم الصياد والحاج فواز الصياد، عرفتيهم منين يا بنت اختي؟ انت تعرفهم كويس يا اخويا؟ مين اللي اعرفهم؟ في حد في الدنيا ما يعرفش عيلة الصياد؟ عيلة الصياد دي اعلاناتها مغرقه الدنيا. عارفه اصلا الناس دي من المنطقه من هنا؟ بقول لك ايه يا خالي، خليك قاعد معاهم لحد ما اطلع. ربنا يجعلنا من مجاوريهم، وعلى راي المثل من جور السعيد يسعد، وهو برضه كله ينفع. خليك اتجنن يا بنتي. انت بقى ساره؟ ايوه ساره. وانت مين؟ يا الف مرحب يا ولا. خد الحاجات دي، خد دول معايا، خد يلا بنت، يلا بنت جوه، خدي دول يلا اتفضلي. في واحده هنا. هذا من مول زي دي كلام ما نشفتش. خد يا بنت. يا الف مرحب، اقسم بالله احنا لو عارفين لكنا فرشنا لكم الارض كلها رمل. والله العظيم الواحد ما عارف يعمل ايه ولا ايه عشان يرحب بيكم. قد الهول يا اسطى، كتر خيرك. بسم الله ما شاء الله، شوف الفن. الخير على دوم الوردين والعلموك، اقسم بالله احنا الادن ما بيتقطع من بيتنا ابدا، وعلى طول طهرين ما شاء الله، ربنا يزيدكم كمان وكمان. معلش يعني لمؤاخذه، احنا جينا كده طبينا من غير احم ولا دستور، انما الخير ما يستناش ولا ايه؟ ابي حاج والله العظيم ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ ايه ده البيت بيتك يا حاج، انت تنورنا في اي وقت يا ترى لك فيه انك تيجي على طول من غير استئذان. بقول لكم ايه، المغرب غريبه، تيجي نخطفها جماعه كده عشان يحصل لنا البركه. بسم الله ما شاء الله، الله يفتح عليك يا اخي. المصليه مدلال. عدم موسى متودي حق طاهر والحمد لله. المصليه مدلال، والله ما كان له لازمه التعب ده. اوفر قوي الجدع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتي دلال. بالريق الحاجة يا دلال، ربنا يبل ريقك من زمزم. بسم الله ما شاء الله، يا سلام على الوش اللي شايل جمال رباني ده، اما يتلف الطرحة من صنع ايديا وتكفيه شر العيون الرضية. ربنا يكتبها لك ويكتبها لنا. قولي امين.
امين. وازن وازن وازن. قولوا امين. امين امين. تصدق يا حاج كانك عايش معاها؟ او امال ايه الموضوع ده كنا بنتكلم فيه امبارح؟ عرفت الليل ده ايه؟ امنيه حياتها نفسها ومنعنها تغطي شعرها بطرح زي ما انت شايف كده. سبحان الله. الستره حلوه برضه. ما هي ده مستر محروس. ايوه تعالى يا اخويا عاوزاك. حاضر. بعد اذنكم ثانيه واحده براحتكم. كان البيت بيتكم عايزين تقعدوا هنا تقعدوا جوه. انا استاذنك بس كلمتين انا والحاج ونحصلك على هنا على طول. يا راجل عيب يا راجل. عيب بيتكم بيتكم تستاذن في بيتكم. محروس ماله؟ ايوه يا مدلاء. الراجل الغريب ده. سيبك من الراجل دلوقتي. بقول لك سيبك منه وقول لي. انا يعني ملاحظ يا سي فواز انك دايس على الاخر. ما قلتليش. ايه رايك؟ يا حاج يا ايه في الواحد ما بيحسش بقيمة النعمة الا لما يتحرم منها. يعني ايه؟ انا دلوقتي حسيت اني زي القرع اللي بيمد البطن. ايه اللي مش حاططني انا وموديني لاخر الدنيا واجيب من لبنان مع ان مفيش احلى من بنت بلدي. سبحان الله سبحان الله. البني ادم اعمى ولو كان بصير. يا اخ فواز نفسي افهم اخرة الرصة اللي انت قلتها لي ايه؟ خير بعون الله. وكله عشانك. عشان مين يا واد انت؟ انا مش فاهم. عشانك انت. عشانك البنت زي الفل. ايوه زي الفل. مش قلت لك زي البنت نقاوة. نقاوة المعلم. نقاوة المعلم طبعا. وتليق انها تدخل عيلة الصياد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انما احنا برضو ربنا ادانا عقل. عقل ايه يا ابني؟ احنا جايين نقرا الفاتحه. ما احنا هنقراها. احنا هنقرا الفاتحه ان شاء الله. انما مع تعديل بسيط في النيه. ميت ايه؟ ليه؟ علشان ما يبقاش عندنا اتنين ابو سميح. بصراحة العبارة احنا جايين نطلب ايد الأنسة دلال ل ل لابننا فواز. زغلط يا ابو دلال عشان ربنا ما يكتمش علينا ابو سميحة والأمين. زغلطي تاني يا ابو دلال. ألف مبروك. ألف مبروك يا حاج. على ايه؟ يا لهوي عليك يا فواز. انت ايه يا ابني؟ ايه ما بتهمتش؟ ما كان لازم الحقه بدل ما يقع زي ابو سميحه. ده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ ما تصلي عليه يا حياتي. عليه الصلاه والسلام يا اخويا. عليه افضل الصلاه والسلام. قال انت ومالك لابيك. تفتكري بقى انا هستخسر نفسي في ابويا؟ هو الواحد فينا بيخلف ليه؟ عشان لما يكبر يلاقي ولد وسند وعكاز يتسند عليه ويشيل عنه كمان. طبعا. وانت مين يغلبك في الكلام؟ يا ابني يا ابني انت لسه يا دوب مطلق لحقت تفكر في جوازه جديده؟ نهار اسود. وعملت ايه مع ابوك؟ هو اللي طلبها لي والله يا حبيبي. انت بتضحكي علي؟ لا يا اخويا ولا حاجه. حياه انا مش عايزك تجيبي سيره لحد عن الموضوع ده دلوقتي. وفي السريع كده عايزين نشوف عروسه لابوكي علشان ما يبقاش نفسيته برضو فيها حاجه. وعايزك تنقي له واحده لا صغيره قوي ولا كبيره قوي. الحلو منه البين البنين. فاهمه؟ يا لهوي عليك يا فواز. انت قادر. قادر ليه؟ ما يقدر على القدره اللي ربنا. يا حياه انت هتشيلينا ذنوب. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا يا ستي غلابه وماشيين جنب الحيط. اقوم اروح انا بقى علشان مراتاتي وحشوني. يصح برضو. بحبهم قوي يا حياه. طبعا. الهي يا رب يبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب. يا رب. امين. المهم انت بقى يا حياه. ايوه انصحي لنفسك كده. جوزك يا بت ابتسميله. يا بت ابتسميله.
خلاص بقى يا فواز. ايه اللي خلاص؟ بقول لك ابتسمي لي، ابتسمي لجوزك. ايوه كده، زي ما بتضحكي كده ضحكتك الحلوه دي. حاضر يا اخويا. اضحكي له، هتلاقيه بيديكي كل اللي انت نفسك فيه. ماشي؟ ماشي. يلا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. ايوه كده، رص على شيشه. تقدر تقول لي بقى فادتنا بايه الشغلانه دي؟ ما هي شغلانه زيها زي اي شغلانه، ومرتبها مرتب اقل موظف، نتعه قلب من الصبح لحد بالليل، هو عمال يكنز على قلبه واحنا مأمنين له على اخره. مين قال لك بقى ان انا امنت له؟ ولا هو مأمن لنا من اساسه؟ يا يعني عايزك تصبر كده، ما تبقاش خفيف، التقيل جاي ورا الشعبان. لا، واحده واحده بقى عليا عشان افهم عم تسوق. احنا شويه نروح للراجل الشامي ونبيع له فواز، وشويه نروح لفواز ونبيع له الراجل الشامي، وفي الحالتين انت جررني وراك زي الجاموسه. انت بقى لحد امتى هتفضل عامل لي فيها الشاب اللغز؟ يا بكره اللعبه يبقى على المكشوف، الماتش هيسخن وهيحلو، بس انت مستعجلش على رزقك، ما تفولش بوزك الفقري ده. كمان نفسي ادخل جوه دماغك دي وافهم بتفكر في ايه. اذا كان انت بره دماغي وعامل صداع على الشعبان، امال دخلت هتعمل ايه؟ ايه يا شعبان، عايزك تبقى راجل، وانا هنسيك على الدور كله من اوله لاخره، بس لما يجون الاوان تشرب سحلب. يا ريت. واحد حلو قوي يا عقل. يا ترى اللي عمله ابنك ده صح ولا جه علي علشانه؟ يا ترى يا عاد عينك زاغت على البت ولا انت خايف عليا من سنها؟ هو انا حبيتها بصحيح ولا دي مقاوحه مع الدنيا عشان الاقي لي فيها ركنه اتكن فيه واضحك على روحي واقول لسه في العمر بقيه؟ ويا ترى هي كانت حاسه بيا ولا عينيها ما شافتش مني الا ايد اب حنين طبطب عليها ساعه وجعه؟ وبعدها لك يا فواز، هتفضل محيرني فيك ومدوخني معاك لحد امتى؟ بس تعرف يا واد، انت عندك حق، انا كمان خفت. ما احنا مهما ضحكنا على نفسنا الدنيا ما بترجعش لورا، والعمر زي العورة لازمها سترة، ربنا يكفينا شر الفضايح. يا ابن الكلب يا فواز، الواد بلفني ازاي كده؟ بس ايه، واد معلم لبسني الأمة وانا مبسوط. ماشي، مردود لك يا ابن الصياد. السلام عليكم ورحمة الله. ده ايه النور ده؟ ربنا راضي عني ولا ايه؟ معقول الحاج يوصل بيه ويجي لحد عندي وما يلاقيش حد يستقبله تحت؟ انت اكيد ربنا راضي عنك عشان انت طيبه وقلبك ابيض وبنت حلال. يا رب يا رب انول رضا زيك كده يا رب. خص عليك يا حاج، مش بيقولوا الطيبون الطيبات؟ ونعم بالله ونعم بالله. انهار يا اختي، يعنون انهار. فاكرة يا أنهار كنت طالبة إيه مني من مدة؟ لا افتكري يا أنهار، معقولة نسيتي؟ افتكري. والنبي يا أخويا ما فاكرة. أنا بقى لا يمكن أنسى حاجة أنت طلبتيها أو نفسك راحت لها، مستحيل إلا أنت. فاكرة زيت الشعر اللي قلتلي مش لاقيها في مصر كلها وقلتلك اديني اسمه عشان أبعت ناس تجيبه من بلاد بره؟ زيت الشعر اهو. الله يا حاج، وانا قلت انت نسيت. انا انسى حاجه انت؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، وانا اللي بقول انت اللي فهماني فيهم كلهم. والنبي ما تزعل مني يا حاج. لا زعلان. معقوله تزعل مني؟ والنبي لا يا حاج، انا هصالحك. يا ريتها كانت ليلتك يا نار، ليله سميحه. لبسيني. السلام عليكم. وعليكم السلام، ربنا معاك. شوفك الصبح.
بعد ما غيرت هدومي ودخلت السرير عشان انام، تصدق ما جاليش نوم ابدا. قلت اقوم اشم هوا، جيت على القهوه لقيتك راكن الركنه اللي انت راكنها دي. مالك يا شاهين؟ شاهين انت شايفني؟ الوليه طلعت حامل حد. انهي وليه دي؟ نعمه طلعت حامل. وابوك الف وابوك. وده بقى اللي مزعلك ومخليك قاعد القعده دي؟ من ساعة ما عرفت ان مخي عمال يود ويجيب وعقلي حشيت وقلبي مقبول. يا ساتر، وليه ده كله؟ العيل ده مين اللي هيربيه يا حاج؟ ايه الكلام العبيط بتاعك ده؟ هو احنا اللي بنربي؟ هو احنا اللي بنرزق؟ ده احنا كلنا ضيوف على طبليه المولى عز وجل. وانا يعني هعيش له قد ايه يا حاج؟ لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق. ونعم بالله يا حاج. قوم يا جدع، قوم روح بيتك. يلا استعيذ بالله من الشيطان كده، خد حاجة حلوة في ايدك لمراتك عشان تفرحها، ما تكسرش قلبها في ليلة زي دي. قوم وهيطلعلي كرانيه. ما تقوم يا شهيد. مش هقوم يا حاج الا لما تقول لي في الأول ايه اللي طار النوم من عينيك ونزلك القهوة دلوقتي. استنى يا حبيبي استنى، التكييف لحسن تاخد برد ولا حاجه. تعمل ايه يا سميح؟ اعمل ايه؟ انت لسه واخد حمام سخن يا حبيبي، لحسن تستهوى ولا حاجه. حمام الهنا والعافيه وراحه البال والرضا. ده ايه الصباحيه العسل دي؟ عارفه يا سميحه انت اللي فيهم والباقيين كلهم اوانطه. طب عارفه ايه احلى حاجه فيكي؟ ايه يا حبيبي؟ انها هربانه منك، رايحه في داهيه ومش مديه الدنيا اي اهميه، وتموتي في الدلع والفقر. ايوه الله عليك انت يا حاج، اللي لسانك ده بينقط عسل صافي طالع من البطرمان، الجرام منه بالشيء الفلان. انا بنت اللي الجرام من ضحكتك بس، جرام يسوى الدنيا واللي فيها يا سميحه. ايوه كده، قول يا حبيبي قول. الله عليك كده لما بتبقى رايق وفايق بتبقى سكر، والكلام اللي بيطلع منك عسل، وبتقول احلى قوال. قول بقى يا فواز. وانا لسه قلت ده انت هتسمعي قواله. تعالي. ايه ده؟ احنا الصبح يا راجل. يا بنتي مش اللي في دماغك. لا اله الا الله. تعالي يا سميحه، انت دماغك اخ منك انت. تعالي. مدي ايدك في جيب الجاكيته. اني واحده فيهم؟ الرمادي، جيب الجواني. هاتي بقى اللي مسكتيه. ده ايه ده؟ دي فيها ايه دي يا حاج؟ افتحيها وشوفي. ايه ده؟ ده الجنب يا حبيبي. ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاعك يا حبيبتي. مش ده الخاتم اللي انت شفتيه في ايد البنت الممثله لما كنا قاعدين هنا؟ اه والله يا فواز يخيب عقلك، ده انا كنت نسيه. انت فاكر لحد دلوقتي؟ انا انسى حاجه سميحه طلبتها؟ انا؟ لا انا انسى روحي، انسى اكل واشرب. ما تنساش ابدا سميحه عايزه ايه؟ هات يا حبيبي. خد فوق. انت حبيبتي وعسل ودلع كمان. حلو قوي يا عنا، يا ربنا يخليك ليا يا رب. بسم الله يا حبيبتي ربنا يخليك ليا يا سميحه. يا عسل العسل. يا دلع الدلع. يا حب الحب. عيد عندك يا عم شعبان 22 على 17 بخم كبير، 36 على 5 بترحب خرز، 14 على 25 و6 على 2 بطرحة كبيرة. تمام كده؟ انت اللي تمام؟ 100 100. ها أيدت كل حاجة يا ريس؟ حصل عمنا، بس قول لي بقى يا عم مرسي، هي البضاعة دي رايحة على فين؟ يعني منها اللي هيتفرش في المحلات ومنها اللي يخص معرض بكره. معرض؟ معرض ايه؟ عرض ازياء. دي في ليه؟ عارفه، مش ده بتاع النسوان؟ نسوان ايه يا معلم؟ بقول لك دي في ليه ايه؟
الله العظيم غريب قوي. هو الحاج فواز نوف الدفلين والجو ده؟ اهو بقى ليه يا سيدي؟ بقول لكم ايه؟ سيبوني بقى عشان انا عندي لفه كبيره قوي عايز الحق اخلصها. طب مش تقول لنا يعني اللي انت بتقول عليه ده هيبقى امتى؟ دفي ليه؟ دفي ليه؟ دفي ليه؟ ايه يا عم الاجنبي ده؟ فاهم ان انا احمر ولا ايه؟ ما انا عارف انه دفي ليه؟ في لوكاندا كبيرة قوي بس بصراحة مش فاكر اسمها دلوقتي. طب استنى بس، انت بالك متلهوك كده على طول في الجرينيه؟ ما تاخد ودي معانا في الكلام. بقول لك ايه يا عم، انا لا باخد ولا بدي ولا ليا في قالوا ولا قلنا، واللت والعجن الكتير ده ما بياكلش معايا، ما بحبوش بصراحة، ما بينزليش من زور. سلام يا برنس. ايه ده يا عم الحاج، علينا لت وعجن وحوارات ومدخلنا في قالوا قلنا في ايه؟ ما تهدى علينا يا عم الحلو. لا يا حبيبي، الحلو ده تبقى تاكله بعد الكشري. الله. سلام يا ريس. خلاص يا عم الحادق، ما دام الحلو مزعلك، تعالى يا اخويا من شغلك ده تمضي وتستلم. اذا كان كده ماشي، نمضي يا برنس. اتفضل يا استاذ. سلام عليكم. يلا يا رجاله. خلاص وشرفت يا نجم. صباحك ورد يا عمنا. يا كبير، الجمعه راحت لفين؟ مشوار صغير وراجعه. طب والله تجيب لي علبه سجاير معايا. بصراحه بقى يا حاج انا مش فاهم حاجه، يعني انت كنت بتسال عليها وبتعس وراها عشان خاطر الحاج فواز ولا؟ طبعا لابني الحاج فواز، انا قلت اشوف واحده تصونه وتقفل الاربعه من غير طلاق عشان يتلم ويلتفت لعياله. غريبه. ايه الغريبه يا شحاته؟ لا لا مفيش حاجه يا حاج، يعني اروح اودي الحاجات دي يا حاج؟ ايوه توديها وتقول لهم الحاج فواز بيصبح. طب بقول لك يا حاج، ما ينفعش حد غير من العمال يروح يقدم المشوار ده يعني مكاني؟ لا ما ينفعش يا استاذ شحاته، الحاج فواز مش عاوز جنس مخلوق يعرف الحكايه دي، يعني لسانك ده ما يطلعش بره بوقك. ماشي يا حاج. دي حاجه رخمه قوي. بتقول ايه يا؟ لا ما بقولش حاجه يا حاج. حاضر. طب يلا. حاضر يا حاج. حاضر. يا انسة الفلوس دي ناقصه 100 جنيه. انا اسفه يا فندم، معلش. اتفضل. اشكرك. في ايه يا دلال؟ تالت مره النهارده يحصل غلط في العمل. انا اسفه يا حاج، معلش. الظاهر ان انا دماغي وجعاني، باين عليا تعبان. تعبان تقعدي في البيت، ما دام نزلتي وجيتي الشغل لازم تركزي. دي في ايدك فلوس مش لعبه. انا اسفه يا حاج، بوعدك ان هي مش هتتكرر تاني. اتمنى عشان ما اضطرش اخد معاك اجراء ايديا. يا انسه الفلوس دي ناقصه 100 جنيه. انا اسفه يا فندم، معلش. اتفضل. اشكرك. في ايه يا دلال؟ تالت مره النهارده يحصل غلط في العقد. انا اسفه يا حاج، معلش. الظاهر ان انا دماغي وجعاني، باين عليا تعبان. تعبان تقعدي في البيت، ما دام نزلتي وجيتي الشغل لازم تركزي. دي في ايدك فلوس مش لعبه. انا اسفه يا حاج، بوعدك ان هي مش هتتكرر تاني. اتمنى عشان ما اضطرش اخد معاك اجراء ايديا. دلال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا قلت أوصلك وهو نرغي شوية. الله، هو ده سلو عليكم ولا إيه؟ هو أنا قلت لك اركبي؟ هو ده سلو عيلتكم بقى ولا ايه؟ اتفضلي. تركبي على طول كده من غير اي حاجه؟ فدي حرامي جاي ياخده في الشنطه. حرك العربيه. لا 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 لا، ده كده احلى بكتير. ده انا لابسها بس عشان خاطر الشغل، لكن انا اصلا مش محجبه، مش عايز نخلعها ولا ايه؟ انا اول مره شفتك قلت لك ايه؟ قلت لي يا سلام على الوش الجميل ده بالطرحه. وادي ربنا عايشني وقسمني اني اشوفه بالطرحه. يبقى دي عايزه تحرميني منه بقى. انت غريب قوي على فكره. انت اول مره شفتني فيها خطبتني. اول مره بتتكلم معايا فيها عايز تحجبني. المره الجايه هتعمل فيا ايه؟ هتجوزك بمشيئه المولى عز وجل. بس انا عرفت انك متجوز ثلاثه. كان ليه بقى؟ ليه الرابعه؟ ناقصك ايه يعني؟ سبحان الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف يا دلال، الجواز ده
شرع ربنا سبحانه عشان يسعدنا بيه ويحفظنا من الخطايا ويحصرنا من الشيطان. وبعدين مش انت اللي ناقصاني، ما لو فيكي حاجه منهم او هم فيهم حاجه فيكي ما كنتش فكرت اني اتجوزك اصلا. انا اصلا ما نمتش من امبارح واتلخبطت النهارده كذا مره في شغل لدرجه ان مديري هددني بالطرد. مدير بقى ده كلام، مدير وشغل، ده انت هتبقي مرات الحاج فواز الصياد. لا كله الا الشغل ده، هو ده اللي انا بصرف منه على امي وعلى تعليم اخواتي. انت وامك واخواتك بتعليمهم، حتى خالك الرمه كمان مسؤولين مني انا من ساعه ما قرينا الفاتحه. وبعدين انت لو فكرت شويه دلوقتي وسالت نفسك كده، هو ربنا خلق الست عظمه طريه ليه؟ عشان تراعي جوزها وتراعي عيالها في البيت. ايوه اضحكي كده، امال اعترضي بقى على كلام ربنا؟ لا طبعا، بس هو ما ينفعش. يعني ايه اللي ما ينفعش؟ انك تعرضي نفسك لكلمه من واحد ما يسواش ضعف رجلك علشان خاطر كام جنيه في الشهر؟ لا، انا ربنا مديني كتير. ربنا بيقول ايه؟ فاما بنعمه ربك فحدث. خليكي معايا يا دلال كده، فانت لازم تقعدي وترتاحي علشان انت شقيتي كتير وخلاص. جه الوقت بقى اللي تستاهلي فيه انك تقعدي وتتستتي وتاخدي المعامله تستاهليها، وانت تستاهلي كتير قوي صدقيني. وانا مش عايز منك غير حاجتين، تشيلي من هنا حكايه الشغل وتسيبي الطرحه الحلوه دي. اتفقنا؟ نطلع ليكي ضحكه. سلوا عيلتكم. بصي بقى الجيبه دي هتبقى قصيره عليكي واخر ما يوصل. دلال تعالي يا بنتي شوفي الامل اللي احنا فيها. خطيبك، خطيبك الله يكرمه بعت لنا كسوه هتقضينا السنه كلها. ايه ده؟ هو بعت الحاجات دي امتى؟ النهارده الصبح بعت واحد من الشغل عنده وقال الحاج فواز بيصبح. بيصبح بس ده بيصبح وبيمسي، وان شاء الله بكره هيرمي كل السلامات. على فين يا بنت؟ استني استني كده. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، انت لبستي الطرحه وما قلعتهاش. بسم الله ما شاء الله اهو كده، شوفي وشك نور ازاي وردت فيه الدمويه. ولا يا عمو دلال بذمتك مش كده خلت وشها بشوش ولو طلع حلوه؟ جرايه يا خالي، انت زي ما تكون محسسني كده ان النور كان قاطع على وشي. بس وادي ايه يا سيدي الطرحه، افسد بقى. مالك يا دلال داخله بزعبيبك كده ليه يا بنتي؟ ده عايز اسيب الشغل ياما. ما تسيبيه، الراجل عايز يريحك ويستتك. وانت ياما تفتكري يعني ان انا ممكن لو لفيت على كعابي كده تاني اعرف اجيب شغلانه زي اللي انا فيها دي؟ ده انا ما صدقت ياما جبت شغلانه تفتح لنا بيتنا وتسترنا. وبعدين انا مش فاهمه هو عايز يقعدني ليه يعني من الشغل؟ خدت ايه منها الشغلانه اللي انت فيها دي يا بنت؟ خدت منها ايه غير قطمه الظهر ونحل الوبر؟ يا بنت يا بنت فوق لنفسك بقى، انت خلاص حطيتي رجلك على باب الجنه واقفه ومتسمره ليه؟ خشي بقى بقلب جامد، خشي الجنه واغرفي منها، انسي بقى القرف اللي فات. جرايه يا خالي، ده عايزني كمان احط الطرحه على راسي وبيتحكم فيها من اولها، مش عايزني اقلعها. لو انت مش مرتاحه. مش مرتاحه ايه يا ام دلال؟ مش مرتاحه ايه؟ تنسين هي هتتجوز مين؟ الحاج فواز الصياد، الحاج فواز الصياد. وبعدين الراجل جالنا دغري خبط على الباب وطالب الجواز على سنة الله ورسوله، وكل اللي طالبه حتة طرحة تتحط على الشعر. ايه؟ طب على النعمة لو طلب ان انا احط طرحة على شعري لن البسها. مبروك عليك. الجوازه بينها مش لد عليها يا محروس يا اخويا. بقول لك ايه يا ام دلال، عقلي بنتك، الجوازه دي نعمه من عند ربنا، لو رفصتها برجليها يبقى فتره وبطر، حتى عشان خاطر اخواتها الغلابه دول. وبعدين انا حاجتي فين؟ ايوه عشان الحق اتصرف فيها. من يوم ما جوزي مات رجعت عشت في بيت امي مع جوزها وعيالها، طلع عيني في خدمته اللي اتقدم من جوزها على شوية غلاسة من عيالها، زهقت قمت سبتهم ومشيت، قلت اشتغل بلقمتي احسن، انا كده كده خدام. هو واحدة صاحبتي كلمتني عنها وقالت لي شوف لها شغل، فقلت اجيبها لك تشوفيها يمكن تعجبك. واخوكي فواز كان طلب مني اشوف لك بنت خدامة صغيرة كده تقعد مع العيال وتراعيهم. وانتي جوزك مات ازاي يا حبيبتي؟ خبطته عربية قام راح فيه. انتي تقولي لجوزك ما يحبكهاش، وبعدين دي هديه من اخوكي، هو
ومرتبها عليه. يا انهار ما انت عارفه يا اختي الست بتجيلي يومين في الاسبوع. يا اختي تيجي تيجي زي ما تيجي، دي حاجه تانية. الولايه اللي بتيجي عشان التنظيف والطبيخ والحاجات دي، دي عشان العيال تمشي وراهم تلقط اللي بيقع منهم كده ولا كده. كتر خيرك يا حبيبتي. وبعدين عشان لو عوزتي تشتغلي جوزك ما يتحججش وما يبقاش البيت فاضي كده من غير حد، ودي تقعد بالعيال. مش عارفه اقول لك ايه بس يا انهار. تسمي بالله وتقولي لها تخش تشوف شغلها. طيب يا حبيبتي، شايفه الاوضه اللي هناك دي؟ روحي غيري هدومك كده وتعالي اقول لك تعملي ايه. حاضر يا قمر. غلبانه وباين عليها طيبه يا اختي، مأساويه قوي يا ستي. كل واحد فيه اللي مكفيه. اسيبك انا بقى. لا استني، ده انا عاوزاكي. خير يا حبيبتي؟ ابويا يا انهار، ابويا. نفسي اطمن عليه يا اختي، مش عاوزاه يحس انه لوحده ولا ناقصه حاجه. طب ما انت بتروحي وبتطلي عليه وبتشوفي طلباته. عاوزين اروح له اروح له، اكنس له اطبخ له اعمل له اللي هو عاوزه. لا يا حبيبتي، ما اللي هو عاوزه ولا انا ولا انت نقدر عليه. ابويا عاوز يتجوز يا انهار. يتجوز؟ طب وفوز هيوافق؟ يا اختي توكسي، ده هو اللي قايل لي اشوف له عروسه. طبعا هو مين هيشجعه على حاجه زي دي غيره. طب قولي لي، هو حاطط عينه على واحده احنا نعرفها؟ يا حق. لا يا اختي يعني مش عارفه. بنتي يا حياه، مش عليا، ده احنا دفنينه سوا. ايه يا اختي ايه؟ في ايه يعني؟ وانا هخبي عليكي حاجه؟ مخبيه يا بنت؟ قولي في ايه. بصي بقى يا انهار، انا يا اختي هجيبها لك كده على بلاط. ايوه هاتيها على بلاط، انا احب البلاط قوي. تعالي. معقوله عمك وافق بالسرعه دي انه يقف جنبك ويساعدك؟ ايوه، واول ما قلت له على المشروع وافق على طول، وقال لي ان هو يقف في ظهري كمان. سبحان مغير الاحوال. معلش ربنا يهدي النفوس يا ابني. والله انتم عارفين عمي، الراجل ياما مد ايده عشان يخدمنا وفضل واقف جنبنا لغايه ما بقينا رجاله، واهو واقف جنبي عشان اخلص مشروعي. اعملوا يا ابني اللي تعملوه، انا ماليش دعوه. ماشي ياما، سلام. بالسلامه يا اخوي. ياما والله الدنيا ما مستاهله. وبعدين يا ريت انت كمان تصلحي علاقتك بعمي هو وابنه عشان خاطر انهار. حرام كده قاعده بتتشحطط بينا وبينهم. مش كفايه اللي شعبان وتسوق بيعملوه فيها؟ بيعملوا ايه يعني؟ راحوا اشتغلوا معاه. والله بقى ربنا هو اللي عالم بالنفوس. الله سلام. بالسلامه. لا اله الا الله. مالك يا حاج؟ مش ده اللي انا عايزه. انا عايز لوجو جديد. انا مش هاممني شكل البنت خالص، هاممني اسم الصياد. اسم الصياد لازم يبقى كبير ومنور. احنا بنعرضش لوحدنا يا اخوانا، احنا بنعرض وسط اسامي كتير. ايه يا زكي؟ حصل يا حاج اللي انت بتقوله ده، وانا اشرفت عليه بنفسي. يعني لوجو جديد نوفي، والموديلات بتاعتنا هناك، وحنفي جاب البنات اللي هتعرضهم وعمل معاهم كذا بروفا. الله، يعني كل حاجه جاهزه؟ كله تمام يا حاج. امال ايه اللي مدرفزني؟ لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت في وقتك يا حاج، اتفضل استريح. شكرا يا حبيبي. ايش حياتك كل ده؟ على ما جهزت الطلبات ووصلتها. والله يا حاج جهزت الطلبات، نقيت نقاوة بالواحدة يا حاج. اطمن يا فواز، أنا شفت الحاجة بنفسي، ما شاء الله حاجة تشرف. البنات اللي هناك بقى كمان غير البنت اللي انت. لا بقول لك يا حاج سعيد، احنا اسكت اسكت اسكت، ده احنا هنغير شكل اللوجو. مش احنا هنغير شكل اللوجو، هنشيل البنت اصلا، حط اسم الصياد كبير. ما انا بقول لك اهو، هنحط اسم الصياد كبير بقى. ايوه مفيش بقى. تمام تمام ما شاء الله. قول لي، هو البتاع العرض بتاعكم الساعه كام؟ على 8 كده. كويس كويس قوي. هتيجي معايا ولا من بره بره؟ طبعا هجيلك ونروح سوا. طب تمام، يلا انتوا بقى توكلوا على الله، وصلوا هناك وجهزوا كل حاجه، مش عايز غلطه. حاضر يا حاج. يلا خدوا شحاته معاكم. يلا يا شحاته. يلا. ايه بقى شفت ايه؟ لا ده موضوع عاوز قعده طويله. ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين احكي لك حاجات من البلد. طبعا ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. سلام يا حبيبي. بسرعة، الحفلة الليلة.
اسرع واحد بيلبس. انا خفت انت اللي تتاخر. اتاخر ده ايه؟ ده انا منتظرك بقالي ربع ساعه. ايه رايك كده؟ بسم الله ما شاء الله، عريس في الليل بدخلته. وطي صوتك، وطي صوتك. انا مش عارف هما فين اصلا، بس مش مهم. يلا يلا فين؟ يلا نمشي عشان نلحق. انت مش جاي معايا ولا ايه؟ اه طبعا طبعا جاي معاك، بس في تعديل صغير كده. تعديل ايه؟ بص، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلاص جاهزين يا حاج، مش كده يا هدى؟ كده فين البنت سميحه؟ سميحه نازله ورايا. انتوا ايه اللي عاملينه في نفسكم ده؟ ايه؟ عشان القيافه تكمل تدخل ومراتاتك في ايدك. علي وكله بما يرضي الله. احنا جاهزين يا حاج، يلا بينا. بظبطك قبل المصيبه اللي انت ناوي عليها. خطوه في ايدك وليهم. الله، مش انت علمتنا كده قبل كل جوازه؟ كله بما يرضي الله. تقيني ابوس ايدك هتاخر. خدني معاك يا شحاته، انت مش رايح الحفله هتخش كده بايدك فاضيه؟ ما بيسمحوش بالاوزان دي هناك. تعالى بقى. اوعي بقى خنقتيني. هلبس في ثانيه واحده وهشرفك قصاد كل الناس. هلبس لك فستانك والجو. اوعي بقى فرهدت في ايدي. شنارك اسود عندك كده؟ عقبال ما تغيره هكون انا لبسته والله. طب والله اروح بيه كده. وادي الشيك كده اهو. يا راجل يا شحاته تعالى. والنبي لا تاخدني معاك. بتدي عليا شحاته؟ وانا بدأت بقى ايه؟ ما انت رفعت عينك لفوق، تقصد ايه؟ بشوف اللمبه، بشوف النجفه، يا ولاد سيبيني هترفي. هات كده؟ اروح ازاي كده؟ عقبال ما تغير البنطلون اكون انا جاهز. والله ما مغيره، وهلبس اللي في العربيه. استوي كده يا شحاته. سيبيني بقى. يا راجل استنى بقى، ما تخلينيش امد ايدي عليك، انت ايه؟ جدتك نحست من كتر الضهر. ارحميني بقى. يا خرب يا خرب يا بلدي. يا شحاته يا شحاته. الهم اوعي، بس الهم هيجيلك منين وانت مالكيش منفذ؟ اوعي تكتشف البلد بعيده. برضه مش هسيبك. I can't afford it. No one said winning was cheap. You know those photos where the new player holds a team jersey and poses with the owner? That's me on the left. Inside that building, that's where I was. تفضل الشاي. شكرا. تحب اعمل لك حاجه يا ابله حيات؟ لا يا سماح، روحي انت يا حبيبتي، انت جايه من السفر تعبان، ولا تحبي تتفرجي على الفيلم؟ يعني لو حضرتك مش عايزه مني حاجه انا ممكن ادخل انام. لا خلاص خشي، انت عارفه فين نومتك مش كده؟ اه عارفه. تصبحي على خير. انت من اهله يا حبيبتي. بقول لك ايه يا حياه؟ انا مش شايف داعي لوجود البت دي في البيت واحنا هنا كده. ليه يا علي؟ ليه؟ البت غلبانه ونفعاني قوي كمان. ما إذا كانت نفعك يا رات هتيجي على حرية أنا 24. خلاص يا علي، هبقى أخليها قاعدة في الأوضة مع العيال طول ما أنت قاعد هنا. وأنت شايف إن ده حل؟ الله، طب أعمل إيه يا علي؟ ما أنت اللي مش عاوز تريحني. وبعدين والله والله هنكسب فيها ثواب. وده مين اللي يطلبنا بقى دلوقتي؟ آه ده أخوكي فواز. فواز؟ طب رد ليكون أبويا جرى له حاجة. صلى على النبي، مالي حياة. ألو؟ أيوة يا حاج. لا لا نمنا إيه؟ لا ده احنا سهرانين اهوت وبنقزقز لب وبنتفرج على التلفزيون وكله تمام. ايه؟ دلوقتي يا حاج؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ طيب يا حاج ماشي، بس لازم طبعا ما انت عارف لازم اخد اذنها يعني. طيب مع السلامة يا حاج، مع السلامة. في ايه يا علي؟ اخوكي فواز عاوزنا ننزل له دلوقتي. دلوقتي فين يا ابني؟ ربك رب قلوب وعالم بالنوايا، والجزاء من جنس العمل. وانا اول ما شفت الراجل ده قلت لا ما ارتحتلوش، قلت الجدع ده وراه مصيبه. انما ربك بقى، ربك لما يبقى راضي على عبد من عباده الحمد لله يسهل له الصعب ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس بيني وبينك يا فواز، الجرع اللي اسمه حرفي ده طلع عقر. حكايه
حكايه. شفتيه القصير ده بنضاره حمرا حكايه. شفت. في ثانيه كان مجهز بنات تانيين بدل الاولانيين. فكرتني يا حاج والنبى الشريف. الراجل ده اللي اسمه سليمه والعقربه دي يخرب عقله. كان واقف مطلع نار من نفسه زي توم اند جيري كده. هيموت عشان ما عرفش يبوظ عقله والنبى الشريف. انا بقى مش فرحان قوي الا في اللي اسمه سليم ده. اسكت يا ابو الحاج، اخيرا خلصت منه. اياك شيء يولع هو ولا بنته يا رب في يوم واحد. اللهم لا شماته، بس برضه يستاهل يا حاج. استغفر الله العظيم، ما تشيلوناش ذنوب بقى يا اخواننا. الله. انما هو كان شكله يفطس بالضحك بصراحه. بس بسم الله ما شاء الله يا حاج، العرض كسر الدنيا. يا ما حاج ما قلتليش الراجل ده كان عاوز منك ايه؟ اي ناس غاويه ازايا والسلامه يا استاذ علي. اعوذ بالله، ربنا يكفيك شرهم يا رب. بس تعرف يا فواز يا ابني، حلوه قوي اللمه اللي انت لاممها دي. انا كنت حالف ان احنا نتلم على عشوه حلوه كده كلنا احتفالا بالنجاح وعلى وش اهل بيتي. انا كفايني كده. ايه انت ايه؟ اي لاف يو. لا تقول كلام غير ده يا ولا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا ابو الحاج. لولاك يمكن كان الحاج فواز ما يرضاش ان احنا نبقى معاه في مناسبه حلوه زي دي. واخيرا الواحد خرج من البيت وشاف الدنيا. في حاجه يا نهار؟ لا يا اخويا، هي الواحده ليها غربتها. والنعمه الشريفه يا بابي، الحاج ما عارفين نشكرك ازاي على العزومه والواجب اللي عملته معانا ده. تعيش يا ابو الحاج، ربنا يخليك لينا. ربنا يخليكوا انتوا لبعض. صراحة يا فواز، العزومة دي جت في وقتها، اللي قعدة البيت بقت مملة قوي يا اخويا. يا سلام، بقى مرة ما قلت لك ان فواز عزمنا قلت لي لا نقعد في البيت ننام. ايه يا علي، ايه انا قلت كده بذمتك؟ استاذ علي جاي النهارده مهدد. يا شحاتة. نعم يا حاج. انت مش هتوكل مراتك يا حاج؟ هي محتاجه عزومه، ده انا خدت سهيلي وتاكل دراعي. طيب يا حاجه ما تكسفنيش، ده انا حتى نفسي مسدوده للاكل والله. اه والله. ربنا يسعدكم كمان وكمان يا اولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك ده ليه؟ الله، عروستنا الحلوه ونورت حتتنا، صاحيه لغايه دلوقتي وحط ايدها على خدها ومساهمه خير. محتاره يا خالي. محتاره في ايه يا حبيبه خالك؟ يا خالي، الراجل اللي انا هتجوزه ده متجوز ثلاثه غيري، يعني انا هبقى الرابعه. انت عارف ده معناه ايه؟ الرابعه؟ طب ما حلو، يعني خلاص تبقى انت كده مسك الختام، يعني انت اللي هتبقي على الحجر. انت جديدة والجديد له زهوته. بص يا حبيبة خالك، البني آدم مننا بتجيله الفرصة مرة واحدة في العمر، لو معرفش يشقط الفرصة ويستفيد منها يبقى هو الجاني على روحه بقى. بصي، انا عاوزك تشغلي دماغك، فكري فيها، اسرحي، هتلاقي دنيا خيالك نفسه مهما سرح مش ممكن يوصل لها. يلا حبيبة خالك قومي نامي ومحمولك على الله. الله الذي لا ينام. صباح الخير يا عسل. صباح النور على عيونك، هحضر لك الفطار حالا. انما ما قلتليش. ايه؟ انت ايه اللي صحاك بدري كده؟ رايح الكليه بقى اعمل ايه؟ بفرح قوي ومنبسط لما بعرف انك انت بتروح الكليه وتشوف دروسك. دروس ايه يا ماما؟ انا رايح الكليه عشان المشروع. انا مش فاهمه،
هو انت بتدرس ولا بتعمل مشاريع يا ابني؟ انت كده تشتت نفسك. قال على رأي المثل صاحب بالين كداب. طب وحياتك انت يا ام نهار، لو بحر سنة ولا سنتين ده تلاقي ابنك ده حاجة تانية خالص. صحيح انا هبتدي مشروع ايجار كده في كافيتيريا صغيرة في الجامعة، بس ان شاء الله الخطة هيبقى تمليك في احلى حتة في مصر. يا رب يا رب يا ابني ناولك اللي في بالك، بس عشان خاطر امك لازم تخلص دراستك للاخر. بقول لك ايه بقى، ايه الاحباط اللي على الصبح ده؟ انا بقالي سنتين بفكر في المشروع ده، انا لما صدقت عمي ساعدني. طيب يا ابني اللي تشوفه ربنا معاك. وايه تسوق شعبان فطروا؟ فطروا نزلوا من بدري. ليه هما مش قالوا ان النهارده اجازتهم؟ والنبي يا ابني ما انا فاهمه لهم، النهارده لقيتهم نازلين كده متصربعين ومتلهوجين زي ما يكون عليهم بيضه. يكونوا راحوا فين بدري كده؟ يا تسويق يا عم، تسويق يا عم. انا خلفتك ونسيتك. لا لا لا، انا عايز افهم في ايه يعني؟ انت جاي على اخر خطوتين، جاي تعند معايا وتعند؟ ما عشان انا مش بقيمه عشان تسوقني وراك على عمياني كده. انا جوه شعبان هفهمك انا بفكر في ايه. انا مش هخطي خطوه قبل ما اعرف ايه الحكايه. شعبان انت مش مطلع عيني طول الطريق وعايز تعرف انا بفكر في ايه وبخطط لايه؟ شفت اديك طلعت بتفكر من ورايا اهو. يا بطل الغباء ده وركز معايا. انا مش مركز. هطمك يعني؟ انت سبت غباء ومسكت في مركز؟ انت الغباء يا اخي استعر منك. يعني ايه دي؟ يعني الراجل باصص علينا ولازم ننزل له بقى شكلنا وحش. يلا بقى يا شعبان. هو احنا فين اساسا؟ وراجل مين؟ احنا في مديريه امن الجيزه يا شعبان، ومستنينا سياده اللواء هيحبسنا. ليك شوف حاجه؟ يلا بقى. ما تستغرب اي شيء يا اخ شعبان. انا مش مستغرب، انا مش فاهم حاجه بس. بطل بقى غباء يا شعبان. لعبة اساسا من الاول للاخر على فواز. وانت ما قلتليش ليه؟ لانك انت انسان طيب وجميل وادمي، وخفنا انك ما تنكشف، وحبينا انك ما تروح للقلق. اه طب وانا ايه المطلوب مني بقى دلوقتي؟ نرجع نحط ايدينا بايدين بعض. لا طالما لعبتوا من ورايا يبقى انا ماليش مكان بينكم. استنى ما تبقاش تروح وافهم. افهم ايه؟ افهم انكم تحطوا عليا. وطي صوتك. انت هنا قاعد في قهوة محترمة، والناس بتيجي هون عشان تستجم تعمل ريلاكس. انا ماشي. اقعد بقى لهديك وشك. اقعد واستجم. ريلاكس بالهداوي، انا راح فهمك كل شيء. شو بتحب تشرب؟ زبادي خلاط. امسك يا عمرو، امسك يا واد، انت محتاج مصاريف كتير. معلش يا عم انا عارف والله اني تعبتك معايا، بس انا كان يهمني قوي انك تيجي بنفسك وتسمع منهم عشان تقولي الصح فين. وبصراحة ربنا الكلام اللي انا سمعته زي الفل، والمشروع ده كمان مكسبه اكيد، بس زي ما تقول بقى محتاج شوية تركيز واهتمام. المشكلة ان الكافيتيريا دي اتأجرت لناس كتير قوي قبل كده، فهم يعني ما عرفوش يديروها وخسروا كتير، فهم عشان كده بقى فكروا انهم يدوها للطلبة هم اللي شغلوها. طبعا لانهم عارفين ان الطلبة هيجروا بعض، ده عين العقل طبعا. معلش يا عمي والله انا عارف يعني ان مبلغ التأمين كان كبير والمقدم يعني. اوعى تكمل، هزعل منك يا عمرو، والله هزعل منك. انت عارف انا بحبك قد ده. انت ابني حبيبي يا ولد، انا ما صدقت اني قدرت اعمل لك اي حاجه. مش كفايه المرمطه اللي انا مرمطتلك دي؟ انت جيت معايا الجامعه. ولا اتمرمطت ولا حاجه. طب ايه رايك بقى؟ انا اللي كان نفسي طول عمري اشوف الشباب وابقى قريب منهم كده واعرف بيفكروا في ايه، لان انتوا بكره يا عمرو، انتوا بكره اللي كلنا بنحلم بيه يا حبيبي. بص بقى يا عمي، انت هتيجي تفطر معانا النهارده في البيت. ايوه يا عيني على الطمع بقى. اطمع يا واد اطمع. والشغل يا عم عمرو اسيبه لمين؟ معلش يا عمي عطله بعطله بس عشان خاطري. حاضر يا عمرو، وده ما عشان خاطرك، ما انت عارفني ما اقدرش ارفض لك اي طلب. يلا بينا يا سيدي. والله عظيم. اه والله الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. يا ده خبر حلو حلاوه يا زكي، وساكت من الصبح. ما انت لما كنتش فاضي يا حاج واول ما قضيت انا قلت لك اهو. يا ما انت كريم يا رب. هو فين دلوقتي؟ روحوه على البيت. الولد؟ اه الحمد لله الحمد لله. هو عايزك يكون عنده مشكله وناوي يعمل عمليه ومحروق يقول عشان المصاريف. لا يا حاج انا اتاكدت بنفسي، وبعدين ما تنساش ان احنا دخلناه اكبر مستشفى في البلد وعملوا له الفحوصات اللازمه. الحمد لله الحمد لله. امال هو عنده ايه دلوقتي؟ والله بيقولوا عنده شويه تعب في القلب كده وهيروح بالعلاج ان شاء الله. ان شاء الله ربنا عالم بحال ابوه. اه والله ربنا عالم بحال ابوه. آه. الحمد لله الحمد لله. اطلبوا لي على التليفون. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى ورق مشروع المدرسه اهو يا حاج، كله جاهز. مش ناقص بس غير ان حضرتك تراجعه وتمضي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه صفوت الحاج معاك اهو.
صفوت يا حاج على التليفون. يا حبيبي الف حمد لله على سلامه القمر العسل الصغير، عشان تعرف بس ان ربنا مفيش احن منه. ونعم بالله ونعم بالله. لعلمك ده اختبار من عند ربنا سبحانه وتعالى، اختبار. بس انت الحمد لله قدها وقدها 10 مرات كمان، ربنا يبارك لك. انت فين بقى دلوقتي؟ حلو، اثبت عندك، هجي لك انا وزكي. هنعدي عليك شويه. ماشي، اوعى نكون هنعمل ازعاج ولا حاجه. ربنا يخليك يا راجل، ما تقولش كده، ده عامر بيك وبحسك. ماشي يا حبيبي، خلاص احنا ساعة كده ونكون عندك، مسافة الطريق. سلام عليكم، مع السلامة. بعد إذنك التليفون يا حاج. ده بخطين ده؟ هو حلو. الورقة ده هتمضي امتى يا حاج؟ واحنا المفروض إن شاء الله هنشغلها امتى؟ يعني إن شاء الله كده لو كل حاجة جهزت على الترم الجاي. الترم الجاي؟ حلو. حلو. ما تنساش بس بقى حكاية ايه لجنة اختيار المدرسين دي. لا مش ناسي يا حاج، بس بعد اذن اقطع كلامك يعني يا حاج، هو انت بتفكر يكون مين مديرها؟ اما ارجع اقولك. ابو سميح موجود؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا، والله ما نلزوم التعب ده. اهلا وسهلا. اخيرا افتكرت ان ليكي اب وجاي تسالي عليه. معلش يابا، وحياتك انت كنت مشغوله قوي الكام يوم اللي فاتوا. مشغوله بايه وانت بتعملي ايه اصلا في الحياه؟ ده انا قعدت اتحايل عليك لمده اسبوع عشان تيجي وتسالي عليا، ولا انت هنا؟ خلاص بقى يا خاله عديها. امال فين عمتي؟ نايمه جوه. انت عايز الحق يا خاله ولا ابن عمه؟ عايز الحق، بس انا عارف ان لسانك طويل ومتبر منك. بصراحه من يوم ما قلت لي على الخبر ايه ده وانا متعكننه ومش طايقه نفسي، هو مش عايز اجي مخصوص عشان ما ضايقكش بكلمه كده ولا كده. يابا الجوازه دي كانت غلط من اولها، تقوم انت كمان رايح تجيب لي منها عيل، هي ناقصه. خلاص بقى، اللي حصل حصل. اللي حصل حصل وممنوش فايده الكلام. هو انت جايه تسالي عليا ولا جايه تقطميني؟ لا يا حبيبي، جايه اسال عليك. يا عسل انت. خلاص خش اسال عليها جوه وطمني. ماشي يا خال، عشان خاطرك بس. يا رب استرها مع الغلابه. سميحه، الامالك يا سميحه. خليكي ليكي زي ما انت، ما تتحركيش، استريحي. شفتي يا سميحه، شفتي ابوكي وعمايله فيا؟ ابويا؟ مال ابوي؟ ما الراجل قاعد بره هو لا بيه ولا عليه، عمل لك ايه؟ هتقولي لي ضربك تاني؟ دور ايه يا سميح؟ هو انت كمان هتيجي عليا؟ بقول لك ايه؟ لا اجي عليكي ولا تيجي عليا، يا حبيبتي انا داخله اطمن عليكي زي ما ابويا طلب مني. في ايه يا جماعه؟ انتوا كلكم كده محسسين ان انا غلطت وان الحمل ده كارثه ولازم تتدايره. انا ما اذنبتش يا سميح، ولكن في حاجه بايديا، دي اراده ربنا واسمته، اعمل انا ايه؟ ما بحبش سهوات النسوان دي. يا سميح حرام عليكي، انت واحده ست وعارفه يعني ايه حمل طفل جواكي. بصراحه كده انا اتحرمت من الفرحه دي. ابوكي كل يوم بيكتم الفرحه دي جوايا لدرجه ان الشيطان صور لي حاجات في دماغي. بقول لك ايه؟ قولي يا بنت بتفكري في ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، حاجات ما ينفعش اقولها ولا حتى افكر فيها. مش عارفه يا بنت، انت كل مره بتاكلي معاقلي حلاوه كده ببقى حاسه اني هحنلك واقف في صفك. اكيد انت حاسه بيا. معلش استحملي ابويا اليومين دول، هو مخضوض شويه ودي حاجه طبيعيه للي في سنه. بعد شويه لما يلاقي العيل بيكبر جواكي ويحس بيه هيفرح بيه قوي وينسى خوفه من بكره وعمره اللي بقى وراه مش قدام. سميحه ما تسيبنيش، انا بجد محتاجه لك معايا، انا ماليش في الدنيا غيري. ماشي، خدي بالك من اخويا، ها ما تزعليهوش. سبحان الله، الحظ قافش بدايله كانه ضله، وبدل ما يكون له فضيحه صار دعايه وصيت.
هو من ناحيه الحظ قافش في دايله وقافش في دايله. بس ما تاخذنيش يعني يا سليم باشا، انت عطلت بقيه المودلز ازاي؟ فلوس ماني توكس، دفعت له لتلات اضعاف اللي كانوا حياخدوه، يعني انا خسرت مصاري وهو كسب شغل. بس دلوقتي باشا احنا عايزين نعرف ايه الحل، انا والراجل ده شغالين معاه ومش عارفين نوصل لحاجه. اقول لك الحل، في معلومه بتقول ان هو هيصدر بضاعه وشغل للبنان، هاي المعلومه بدي اعرفها. لبنان؟ انا اول مره اسمع الكلام ده. هيدي المعلومه كتير مهمه، عشان هيك بدي اياكم تركزوا مع شحادي ومرسي، والاثنين اهبل من بعض، وانتوا ولاد عمه اللي مستأمنهم على مخازنه، يعني هيدي فرصة ما رح تتكرر. أنا قلبت الموضوع في دماغي ولو إني ما كنتش بلعاه، لكن شايفة إنه حل. وأنا بقى قلت زيتنا في دقيقنا ونخلص من الهم ده ونتلم بقى كلنا، خصوصا يعني إن إخواتك ربنا هداهم وراح أشتغلوا مع فواز. ما هو أنا عشان كده قلت حل، بس المشكلة إن أمي ما بتفكرش في الجواز، ده أنا خايفة وأنا بفتحها تخنقه، ده غير يعني ان هي وعمي ما بيلدش عليها. يا اختي توكسي، يعني هو اللي كان بيطيقها؟ ده حتى ما بيقولش عليها غير سيئات مش حسنات. بلا خيبه اسكتي بقى، ده رأي حياه مش كده يا اختي، دي امي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا نهوره والله ما اقصد، بس بصراحه بقى هما الاثنين يا اختي ما بيطيقوش بعض. طب وبعدين هنجوزهم ازاي؟ ده غير اخواتي اللي هيعملوا لي السبع رجاله في بعض وهيقولوا لي ازاي نجوز امنا بعد السنين دي كلها. يا بنتي سيبك من الكلام ده، لعلمك بقى لو امك وافقت ولا حد هيقدر عليها، وبكره تشوف. مفيش غير عمرو هو اللي هيوافق على الجوازه دي، انا عارفه. لا يا اختي، ما هو دسوقي وشعبان كمان لازم يفهموا ان الجوازه دي فيها مصلحتهم عشان يتنيلوا بقى ويسكتوا. مصلحه ايه يا اختي دي؟ مش عارفه يا انهار، هو مصلحتهم وخلاص عشان يوافقوا. الجوازه دي عشان تتم عايزه تخطيط وتكتيك على تقيل على راي فواز. صح يا انهار، الجوازة دي عاوزة مني ومنك شغل كبير قوي عشان تكمل. دي لا عايزاني ولا عايزاكي، دماغ واحد بس هي اللي هتخلص الجوازة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ الحاج فواز الصياد بنفسه في بيتي؟ النهاردة عيد ولا ايه؟ بص البكاش بقى وحركات، انا مش جاي لك انت يا بكاش، انا جاي اطمن على صاحبي. الوقت فين؟ عايز اطمن عليه. هصححهولك حالا، اتفضلوا. ازيك يا زكي؟ ازيك يا صفا؟ ايه ده كله؟ يا عم شيل عني الاول وبعدين ابقى اسال. امسك. اهلا 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 وسهلا. ما شاء الله بيتك جميل يا صفا. ربنا يخليك يا حاج. ايه ده؟ ما كانش ليه لازمه ابدا التعب ده كله يا حاج. ايه بقى الكلام الكبير ده يا عم صفوت؟ انت انا مال شكلك عجز كده ليه؟ انت اللي شباب على طول يا فواز. اهو في دي عنده حق يا حاج. ما احنا عارفين وهو اكبر مننا بكتير. يعني كان طبعا بس احنا مش عايزين نحسسه بده. ايوه ماشي يا حاج فواز، انا عارف انك بتهزر معايا عشان تخرجني من اللي انا فيه، بس الحقيقه فواز انا مش عارف اقول لك ايه على كل اللي انت عملته معايا. تقول لي ايه وتعيد لي ايه يا عم صفو؟ احنا قبل ما نكون اصحاب احنا والحمد لله اخوات، وربنا حاطط في قلوبنا احنا الاثنين محبه لبعض تخلينا نعمل اكتر من كده كمان. فأثر بقى وبلاش الكلام المتزوق ده، لان انا ما عملتش حاجه. الرزق بتاع ربنا، احنا يا دوب اسباب. واعمل حسابك انا هحتاج لك قريب قوي. تحتاجني؟ تحتاجني انا في ايه؟ انت مش مدرس اول قد الدنيا؟ ايوه فواز. ايه عايزني ادي درس لحد من ولادك ولا حاجه؟ تدي درس لحد من ولادي؟ ايه الركن ده؟ يا ابني انت هتدور مدرسه بحالها. هدور مدرسة؟ مدرسة ايه دي؟ صياد سكولز انترناشونال. بنساها بقى انا دايما عليك. انترناشونال. انترناشونال؟ انترناشونال ايه؟ انا مش فاهم حاجة. دوري يعني. دولي يا حاج، دولي. دولي؟ والله. فين يا ابني الواد؟ احنا عايزين نطمن على الواد. قوم شوف النبي يا صاحبي. اتفضل يا عم، اتفضل. يا رب يا ساتر. نورت البيت، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا يا حاج. ازيك يا حسنات؟ تسلم من كل راجل.
لو قلت العم يجي يتغدى معانا النهارده بمناسبه مشروعي الجديد وقفته جنبي اللي عمري ما هنساه طول عمري. جمايلك كترت علينا قوي يا حاج. اها مفيش جمايل بين الاهل يا حسنات، وعمري ده بالذات في مقام الفواز بالظبط. تسلم وتعيش، هحضر الغدا. وبتغير طبعا مش كده، بس لو تفرد وشها شويه تبقى زي الفل. معلش يا عمي برضه شالت هم كتير لغايه ما تحب حته. والله يا ابني ما ادتش حد فرصه يشيل عنها، بس كويس قوي ان انا زي ما انت بتقول يمكن نقدر نعوض اللي راح. يا صفوة طول عمرك دودة كتب. ايوه يا سيدي، بس يا ريتها نفعت في حاجة يا عم فواز. أي حاجة قريتها أو اتعلمتها لازم هيجي وقت وتنفعك. بص يا زكي، مش دي الصورة اللي اتصورتها في الاستوديو اللي قدام الجامعة؟ فاكر؟ أيوه. يا أنت لسه عندك الصور دي؟ الصور دي زي الكتب، حتة مني ومن البيت، جزء من ذكريات حلوة عاشت معايا طول سنين الغربة. عارفين؟ الصور دي كانت بتهون عليا كتير أوي. الواحد كان شكله غريب برضه. كنا على طبيعتنا يا فواز، على طبيعتنا قبل الدنيا ما تلبسنا وشوشها كتير. والله كانت ايام حلوه يا اخوانا. فاكر انت كنت عامل ازاي يا فواز؟ كنت اشقى واحد فينا، كنت مدوخ نص بنات الجامعه والنص التاني بيشاور عقله. يا عم الحمد لله كان شقاوه وربنا دفع لنا منها الحمد لله. بس كانت احلى حاجه ان وشك وقتها كان بيضحك على طول زي الشوارع اللي كانت رايقه، وشوش الناس اللي كانت بشوشة وبريئة قبل ما هرم الزمن يعلم عليهم ويسرق أحلى ما فيهم. بص في الصورة كويس هتلاقي فواز، فواز بتاع زمان. حلو، فكرة هايلة. مين فيكم اللي قفشتها؟ انا يا اخويا، وجريت على انار عشان نشوف هنعمل ايه. وانا قلت مفيش غيرك هيحلها فجينا لك على طول. ابويا فين دلوقتي؟ استنى مسجله على رقم 5، ادوس دوسه طويله يروح طالبه على طول بدل ما ادور بقى على النب. شاطر يا اخويا ما شاء الله. يعني ايه يا اختي؟ حاجه كويسه. ايوه يا حاج. ايوه انت فين يا عم؟ فين؟ ازاي يعني؟ لا بس اصلها يعني حاجه غريبه شويه. طيب ومطول كمان ده، ايه الرضا ده؟ طيب خلاص خلص وكلمني. ماشي. السلام ورحمه الله وبركاته. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا اخويا ماله؟ انت عارفه ابويا فين دلوقتي؟ فين؟ عند امك. امي؟ لا مؤاخذه يعني معزوم على الغدا. ازاي؟ مش عارف. أنا جات لي فكرة. إيه؟ إحنا نروح ونحط عليهم. لما هنتقابل هقلكم وين راح نشوف بعض. تمام يا كبير. لحظة واحدة. إيه ده؟ ده فواز. هيكون عايزك في إيه؟ ده النهاردة إجازتنا. رد عليه بسرعة. ألو؟ أيوة يا حاج. الحمد لله. لا ده أنا في مشوار رفيع كده. إيه في مشكلة في الشغل ولا حاجة؟ لا شعبان معايا معايا. هنتقابل فين؟ امتى؟ طيب يا حاج خلاص هنيجي وراك على طول. لا 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 مش هنتاخر، على طول على طول. مع السلامه يا حاج، مع السلامه. ما قال لك شو بده؟ الراجل ده يا اما مجنون يا اما اهبل. هتخلص هتسوي في ايه؟ عايزنا انا وانت نقابله في بيتنا على الغدا. يا نهار اسود، لا يكون حاسس بحاجه ولا حد شافنا. يا جماعه ما في داعي للتوتر، خليكم ريلاكس طبيعيين، روحوا شوفوا شو بده وساعتها هقلكم كيف تتصرفوا. ريلاكس؟ هي فيها ريلاكس؟ ليه كده يا دلال؟ حد زعلك في حاجه؟ ولا في مشكله مضايقك هنا في الشغل؟ ولا عشان اتعصبت عليك شويه؟ لا حضرتك، يعني هي اسباب كده عائليه يعني، وانا احب اخليها لنفسي. على العموم براحتي يا دلال، كل واحد اضرب ظروفه. بس انا صعبان عليا المده اللي قضيتها معانا هنا، اتعلمت فيها كتير، ومرتبك اللي زاد والناس اللي اخدت عليهم اخدوا عليك. معلش
انا برضو صعبان عليا، بس انا يعني عايشي واقف لحد هنا. عمدا بقى حسابك لعندنا اهو، في اي وقت احتجت حاجه اعتبري المكان ده مكانك، وربنا يكرمك في اللي هتعمليه. اتفضل. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه جميل، ايه تعمل؟ حرام ولا ايه؟ صدق حرام. يلا بقى يا خالتي، الاكل هيبرد. الملوخيه السخنه هي يا ولاد، يلا اغرفوا وكلوا بالهنا والشفا. الله، ايه الروائح الحلوه دي يا مرات عمي؟ مطرح ما يسري يمري يا حبيبي. عمتك راضية عنك قوي. ربنا يستر ما تتحولش، اصل بتروح وبتيجي. انا مش عارفه اقول لكم انا مبسوطه قد ايه باللمه دي النهارده. هي الحاجه كده ما بتيجي فجاه بتبقى زي السكينه في الزبده. انا يا حاج بقى مش مصدق وداني لما كلمتني. لا قلت لي ايه؟ هنتقابل هنا كمان. يا سبحان الله يا سبحان الله، احنا قلنا ان فعلا في مصيبه. يا عم اعوذ بالله منك، انت على طول كده يا اد. لا انا بحب اللمه، اموت في اللمه، نفسي بتتفتح على الاخر. يا سلام، بالذات بقى ما عرفت ان ابويا الحاج سبقنا على هنا. عمرو قص الصبري ما جه معاه، فما رضيتش اكسر بخاطره. يكبر بخاطرك يا ابو الحاج، ده عمرو ده بيموت فيه وملوش سيره غير سيره عمه وطيبة عمه وشهامة عمه وقلب عمه وابن عمه، ملوش حاجة. الدنيا وما فيها يا سيدي الناس، الأكل هيبرد يا حاج، مدوا إيديكوا بقى. مش هتنزل النقمة اللي وأنتي قاعدة وسطينا. لا لا أنا هاكل بعدين. تاكلي بعدين إيه الكلام ده؟ تعالي اقعدي هنا، تعالي مكاني. اقعد فين؟ أنت بتقعدي هناك أهي. لا 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 خليك يا حاج مستريح، ده أنا فرحانة باللمة الحلوة دي. خلي قلبك كبير يا حاج. قلبي ايه وبتاع ايه؟ يخرب بيت قلبي اللي كبرته لحد ما شاب. الله، ما تمد ايدك يا ابو الحاج، انت مكسوف ولا ايه؟ مكسوف ده ايه؟ ده هو ما بيحبش غير اكل ام الله يرحمها واكل مرات عمي. يقول لي سبحان الله ده فواز فوله واتقسمت نصين. انا قلت كده يا فواز؟ اتقل بقى. انت هتتكسف ولا ايه يا حاج؟ هو في حد غريب؟ حطي لابو الحاج منامه قدامه علشان باين عليه انه مكسوف. مكسوف؟ هيتكسف من ايه يا بنتي؟ ده بيته. كل يا حاج. مش واكل الا لما تقعدي معاكم. حاضر. يلا يا جماعه نسمي كده بسم الله في نفس واحد وندعي ربنا انه يديم علينا النعمه دي ويحفظها من الزوال ويديم المحبه اللي بينا ويقويها يا رب. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت أكيد جاي من الشغل تعبان وما اتغديتش. قمت عاملة لك لقمة بإيدي. لا ما أنا أصلي هستنى حياتي نتغدى سوا. قبل حياتي شكلها هتتأخر، وبعدين ما ينفعش تفضل قاعد كده من غير أكل. أقول لك على حاجة، مقمقت العين في الجرنان وأنت على لحم بطنك تدوخك وتتعب لك نظرك. هاتي الأكل يا سماح. يا رب أكلي يعجبها. الله، هي ليه ما عملتش الأكل النهاردة؟ ما لحقتش، هي دوب صحيت من النوم قامت نازلة على طوال. تحب أعمل لك حاجة تانية يا أستاذ علي؟ لا متشكر أوي. بقول لك يا سماح، انت قلتي ولا لسه؟ الحمد لله. افصص لك؟
الشاي. تسلم ايدك يا حياه. تسلم ايديك يا حياه. اتفضلي يا اخويا. بس احنا عايزين نشرب الشربات بقى. ليه؟ هو انت نويت تتجوز تاني يا حاج؟ قولي يا عاشر. في حاجه يا نهار؟ لا يا حاج، مبروك يا اخويا مقدم. الله يبارك فيك يا حاج. يا حاج طب فهمنا بس شربات مين؟ بصريح العباره كده وفي وسط اللمه والدفى اللي انا حسيت بيه هنا طقت في نافوخي فكره قلت الله. طب ما الفكره دي تلم الشمل وتصفي النفوس وتوصل الود اللي قطعه الزمن. فكره يا حاج شوقتنا. انا اقول لك سلو عيله الصياد على مر العصور والزمن. ابويا قشره. ايوه. الست لما يموت جوزها اخوه اولى بيها. فانا جاي اطلب ايد مرات عمي لابويا ونلم عيش على ام الخير ونفرح بقى. استنى يا اختي قبل ما تفرحي، عيشك مين يا قاري انت وام الخير مين؟ وبعدين بقى انا من عيله الصياد عمري ما سمعت عن السلو ده. اتقل بس انت. امي تتجوز عمي؟ ده لا يمكن ابدا. ترى ايه يا جماعه؟ ما نسمع الكلام للاخر. يا ابن اصبر، انا نفسي اول ما سمعت الفكره في الاول اتخضيت. اه والنبي يابا اتخض. انما ما دورتها في دماغي لقيتها سليمه 100%. ازاي؟ اقول لك، ابويا راجل وحداني ومرات عمي ست وحدانيه وغلبانه ومنكسره وضعيفه، واحنا ولاد عم. صحيح كان بينا مشاكل لكن ربنا قدر انه يزيلها، والرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ما تصلوا عليه. عليه افضل الصلاه والسلام. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وانا ابويا الحمد لله في استطاعته كتير وصام اكتر. يا عم انا عاوز اصوم، انت مالك؟ الصراحة يعني يا حاج انت ما بقتش حمل صيام ونشفان ريه. لا يا اختي الصيام صحة بدل ما يجيني حلو. ما تروق بقى الله يرضى عليك وتسيبنا ظبطك. اللهم شكلها عاجبك. هي الست ايه غير اكل هنية تسري وتمري في البدن. ايه انت بتقول ايه يا حاج؟ ايه اللي انت بتقول؟ ايه في ايه ياما؟ مترددة ليه؟ ده حلال وشرع ربنا. حد يجي له حلال لحد عنده ويقول له لا؟ ايوه بس الموضوع ده محتاج تفكير ودوف الترسينة. لا سوء تفكير ايه سوء؟ في حد هيخاف على امك زي عمك؟ الله يفتح عليك. احنا ولا نفكر ولا يحزنون، احنا نتوكل على الله ونقرا الفاتحة وتحت امرك يا تسوي من جنيه لاي رقم انت عايزه. ده الحاج منعم الصياد ومرات عمي حماتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرا الفاتحه يا جماعه. ايوه بس تقول لك بس صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. مبروك يا نهار. يبارك لك يا اخويا ان شاء الله ويتممها لك بخير. ومين هيتجوز مين يا ابني؟ أنا مش ممكن أوافق على الكلام ده أبداً، شغل التلات ورقات والتدبيسة اللي عملها لنا عشان يورطنا في قراية الفاتحة مش هيجي معايا، أنا أمي لا يمكن تتجوز بعد أبويا أبداً. إيه ده عم فريد شاوي بطل جعجعة فاضية؟ أنا مش عارف أساساً أنت موافق إزاي؟ يا ابني مين قال لك إن أنا وافقت؟ أنا لسه بفكر، بقلبها في جمجمة شعبان. بتفكر في إيه؟ هي دي محتاجة تفكير؟ ولا هتعمل لي زي العيل الصغير لهبة لبريالة اللي فرح بقراية الفاتحة وقعد يقراها معاهم؟ يلا يا عمرو بيدور على مصلحته واحنا كمان لازم ندور على مصلحتنا ومنظرنا قدام الناس. يا واد لما يكون معاك فلوس محدش هيشوف لك عيب، واحنا اول حد امه تتجوز. بقول لك يا تسوي انا الكلام ده مش داخل نافوخي اساسا. بص يا شعبان احنا لازم نهدى كده ونفكر بالعقل ونشوف المصلحه فين. هات له شاي يا ابني. انا يا استاذ دسوقي. شكلها جايه معاك الجوازه ده يا تسوي. عايزين نستر امك يا شعبان. مش احسن ما تهرب تتجوز من ورانا؟ اسكت يا شعبان. تهرب؟ يا نهار اسود. قلت لا اله الا الله. شكلك مش مبسوط. مين اللي قال كده؟ ده انا مبسوطه قوي. بس بصراحه كده يعني مش عارفه ما اخافش. ما اخافش من ايه؟ منك ومن جوازاتك الكتير. تاني الكلام ده؟ هو انا في عيب انت مش قابلاه؟ ما هي المصيبة يا اخويا ان انا مش شايفة منك غير اللي عاجبني وبس. الله. يعني الود واصل رايح جاي. وبعدين بقى الله 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 لا اله الا الله وسبحان الله. طب احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ نكتب الكتاب وعلى البركة. النبي ما انا عارفة انت عملت فيا ايه. زي ما تكون خطفتني كده.
او خليتها نبدها تنده. على طول كده قلبي بيدق وحاسه ان انا مرفرفه وروحي في السما. انا مش عارفه انت عملت فيا ايه في الفتره القصيره دي. بسم الله ما شاء الله. ربك لما بيرضى على عبده يوم يعمل له ايه؟ يوم ينور له بصرته ويدله على السكه اللي منها يوصل لقلوب الناس، وكله بما يرضي الله. والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. مبروك يا عروسه. بالرفاء والبرين والف مبروك. جعان من قلبك؟ طب بهنا والشفا يا مزاجي عالي قوي 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 يا اختي. الكلمتين دول كانوا عايزين يتصوروا صوت وصوره وافرجهم لجوز القرشانات اللي قاعدين لي بره دول. في مالك ومال جوز القرشانات دول؟ ده وقتهم دلوقتي. لا مش وقتهم. تعرف كل مره ببقى في حضنك فيها بحس كانها اول مره. بأنوثتي معاك، بحب ضعفي معاك، بتمنى أعيش العمر كله تحت رجليك يا حبيبتي يا نهار. ده انت بقى اللي مزاجك عالي النهاردة. مش بقولك حتة منك. حاجة كده يا نهار كنت عايز اطلبها منك، لان انا عارف انها بايخة شوية. خير يا حاج؟ مالك؟ خير طبعا ان شاء الله. انت اتخضيتي ليه كده؟ مفيش حاجة. انا اصلي كل ما اجي اصلي الاقي نفسي اروح مصلي ركعتين شكر الاول. ليه؟ بحمد ربنا، بحمد ربنا على ان عندي زوجة، ربنا رزقني بزوجة كاملة، عاقلة، حكيمة، مستوعبة، فهماني، حساني، بحمد ربنا. انت يا نار الكلام الحلو ده يا حاج؟ طبعا ده أقل حاجة أقولها لك. وعشان كده لما جيت أجوز أبويا فكرت في أمك، قلت أكيد أنا عايز إيه لأبويا؟ عايز واحدة ست عينينا تصوني، طيبة، جدعة، تحسوا وتفهموا. قلت اكيد امها نار، لان فيكي منها
وفيها منك وقد كان. ربنا يخليك لي يا حاج. بس وبعدين؟ وبعدين؟ كنت عايز منك ايه؟ كنت عايز منك ايه؟ كنت عايزك تفتحي الاوضه اللي تحت وتخلي زينب توضبها. الاوضه الرابعه اللي تحت؟ ليه؟ انت اتجوزت؟ أختي بحسك أطهر من أختي. قلب تاني يا اختي. امال ايه؟ هنقف نتفرج حاطين ايدينا على خدنا؟ ما خلاص يا اختي اتجوزها يومين يا حبيبتي وهتلاقيها داخله عليكي زي القضا المستعجل. هو لحق يفوق من اللي فاتت علشان يجيب لنا واحده غيرها؟ طب عارفها امتى وفين دي؟ يا اختي بدل ما انت عماله تهري وتنكتي في روحك فكري شويه. نفكر في ايه؟ واحنا لسه هنفكر؟ احنا نقف قدامه ونعلن الحرب لو ما تراجعش. يا اختي توكسي عليكي. طب قولي لنا انت يا انهار يا عقله بتفكري في ايه؟ هنعمل لها حفلة استقبال الأول وبعد كده ربنا يفكها. حفلة استقبال؟ حفلة ملوكي؟ لا دي ملوكي ملوكي. أنا مش فاهمة أي حاجة. إحنا بقى دورنا عليك عشان يا أهلا يا أهلا. بس بالأول ممكن نتعرف على حضرتك وحضرته؟ مين بتكونوا يا أوادي؟ تقدر تقول كده ان احنا وسط خير بينك وبين ناس تقيله قوي يهمهم زيك انهم يخلصوا من فواز السياره. بس من حقي اعرف مين اللي هالناس وليش اختاروني انا بالذات. الناس دي ليها رزق لقمه عيش معطلها من الصياد، تقدر تقول كده عليهم منافسين في السوق. وخلونا ندور عليك لما عرفوا اللي بينك وبينه، ولما عرفوا كمان انك مالي ايدك قوي من ولاد عمك، وانك محروق منه على الاخر، وانك كمان بعت شقتك لسبب ده غير جوازه من بنتك وطلاقها منه. شو هيدا؟ عملتوا علي استخبارات ومخابرات وجبتوا قرار العيله وعرفتوا كل شيء. تسليم بيه اللي سكتهم واحده لازم يتلم. قلت لي شو سكتنا يا اوادي؟ شو المطلوب مني؟ يعني انت محتاج لنا زي ما احنا محتاجين لك بالظبط. طيب انتوا محتاجين لي ليه؟ وانتوا بتقدروا عليه الناس تبعكم؟ مسيو سليم الناس تبعنا ما ينفعش يظهروا في الصوره خالص، عشان كده هم اختاروك. ده ربط كلام هيك الشغل ابتدى. ماني توكس يا هويدي. وأعصر الطرق للوصول لإله هو أبوه. بهالجوازة منكون عدينا كتير، أبوه صار بحضنكم وهو تحت عيونكم، وهيك حنعمل كل اللي بدنا إياه. تأخذنيش يعني يا باشا، أنت عايز تحقق اللي بدك إياه أنت مش اللي بدي إياه أنا. ولك يا حبيب قلبي شو الفرق؟ ما إحنا كل واحد فينا بيدور على حقه. الحق ده يرجع بجواز ابوه من امي. على طاوله القمار يا ادمي الورقه منها بقيمه رقمها بل بقيمه احتياجك لها، واحنا دخلنا جيم ولازم نستفيد من كل ورقه توقع بايدنا. وكان ايه وبلاي ستيشن ايه؟ انا مش فاهم حاجه، عايز افهم. بسوقي ركز معي، انا عم بفتح مشروع كبير هون، بمجرد ما افتحه حتكون انت معي شريك مش عامل. مشروع يا باشا؟ حلم منو واقف لي فيه غير فواز الصياد، ويوم ما يتحقق ما رح يكون في اسم للصياد بالسوق وحنكون احنا ملوك السوق.
يا ابني اللعيبه. يا باشا شوقتني، قول لي هنعمل ايه؟ اعمل اللي بقلك عليه وبكره بتعرف يا تسوقي. حرام عليكي نفسك يا ام، ده انت لسه زي العمر، ما يغركيش حبه الشعر الابيض اللي طلعوا بالغلط ولا شويه الصحه اللي خسعوا سنه، لكن العمر لسه قدامك. ليه عايزه تدفني نفسك في وحده ملهاش طعم؟ مش المثل بيقول الحي يبقى من الميت؟ خلاص ما تبصيش وراكي بقى، بصي قدامك ياما. صدقيني ده انت ضيعتي عمرك في شويه وهم فاضي ومشاكل، سبتي نفسك لكلام عيالك. وبعدين ياما، وبعدين يا حسنات، اتفضل اتفضل يا حاج. يا رب يا ساتر. انا قلت اجي اتكلم معاك بعيد عن دوشه العيال. اتفضل يا حاج، دقيقه واحده مش هتاخر، هي دقيقه واحده. خد راحتك. ليه عايزه تدفني نفسك في وحده ملهاش طعم؟ مش المثل بيقول الحي يبقى من الميت؟ خلاص ما تبصيش وراكي بقى، بصي قدامك ياما. صدقيني بجد يا عم حقيقي، ده احلى كوفر سمعته في حياتي بجد. انت بتشتغلي؟ اكيد بتشتغلي صح؟ بشتغلك ايه، بقول لك دفعنا التامين خلاص، يعني خلاص كلها كام اسبوع ابقى اهم راجل اعمال في الجامعه. طب وايه ده، وعمك صالحته؟ مش كان في مشاكل ما بينكوا وبتاع؟ ما خلاص المشاكل اتحلت، وبعدين انت عارفه عمي اصلا هو بيحبني ونفسه يساعدني. كويس الحمد لله. انت عارفه يا دينا، نفسي حلمي اللي انا اعرف ارد له الفلوس اللي هو اداها لي، يا رب بس يقدرني واقف على رجلي كده وارجعهم. على فكره بجد يا عم انت تجنن في كل حاجه. انت عارفه انا مش عايزه اكتفي بموضوع الاكل والشرب اللي في الكافيتيريا دي. اساسا الكافيتيريا هيبقى فيها ايه تاني غير اكل وشرب وكده؟ يعني ممكن مثلا نجيب مكنه تصوير وتغليف كمان، ويا سلام بقى لو عرفنا نجيب مكنه كمبيوتر، اي بقى حد عايز يطبع حاجه في السريع ومستعجل نطبعها له وهكله بحسابه. طب مش استنى كده لما الدنيا تشتغل شويه. ما هو عشان نشتغل لازم نبقى مختلفين عن اللي موجود. وفين الاختلاف بقى؟ اذا كان اصلا قدام الجامعه مفيش اكتر من الناس اللي عماله تصور وتطبع وتغلف، ما احنا مختلفين في ايه؟ يا هبله الاختلاف اللي احنا جوه. يعني مثلا لو واحد مستعجل وعايز يطبع حاجه هيطلع بره؟ لا يجي لنا، احنا بقى نظبطه بسندوتشات وعصاير وكده. انت ايه يا اخي؟ انا بحلم بس على قدي. انا مش موافق على الجوازه دي ولا على لعب العيال اللي حصل. احنا ناس كبار ولازم نحسب الحكايه دي. ايوه هو كده بالظبط، اول ما تيجي هقولها الكلمتين دول خبط لزق ونخلص بقى. يا خبر اسود بقى، على اخر الزمن هتجوز حسنات. حسنات يا راحت فين بنت السيئات دي؟ لا مؤاخذة يا حاج إن كنت اتأخرت عليك شوية. تشرب إيه؟ أنا مش جاي عشان أشرب. إيه ده؟ معقول؟ خير يا حاج؟ في حاجة؟ لا أصل زي ما تقولي الوردة خلت عيني. عينيك هي اللي حلوة. أصلي لا مؤاخذة يعني تهيألي إن حضرتك يعني متلخبط شوية. ده أنت اللي اتبدلتي خالص. ها؟ تحب تشرب إيه؟ تحب تشرب قهوة؟ قهوة؟ أنا بقول نشرب شربات، أصل نفسي رايحاله قوي اليومين دول، ولا إيه؟ مش برضه شربت؟ وربي ما شربت. شربت.
لا يا حاج، كتير قوي اللي انت جبته ده. وبعدين على فكره انا مجهزه نفسي من الابره للصاروخ، يعني كل ده ما كانش ليه اي لازمه. ما تبقيش حساسه كده، مفيش حاجه بتخسر، زياده الخير خيرين. انت شفت اصلا اللي بيجرالي؟ ما قلنا ما بنسلمش. الله، احنا كتبنا الكتاب. اه صحيح. لا طالما بما يرضي الله نشوف. يا نهار ابيض، ايه ده؟ فيه ليه كل ده؟ شفت ايدي بتترعش ازاي؟ كل ما احس ان الفرح خلاص ميعاده قرب اخاف قوي وقلبي يتخطف كده، وكمان بكشف جلدي. تكشف جلدك؟ اوعي تكشف جلدك ابدا، اعتبريها زي شكه الدبوس. ماشي، ما انت خبره. لا اله الا الله، ما تخلينا ماشيين جنب الحيط. بقول لك ايه، مد ايدك كده في الشنطه دي وقولي ايه رايك. الله يا حاج، دي ذوقها حلوه قوي. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. بس والنبي كلفت نفسك، ده الحاجات كتيره قوي. مفيش حاجه تغلى على مرات الحاج فواز الصياد. حط دي في دماغك. ها، وبعدين الحمد لله احنا ربنا كرمنا قوي. ربنا يزيدك من نعيمه يا حاج ويسعدكم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبتي. تعالي يا ست الحبايب، احنا كده بقى جاهزين، وبكره ان شاء الله نفرح هنا شويه وعالبيت. لا شويه ايه بقى يا حاج، دي اول فرحتنا ولازم نفرح بيها. طب ما انا بقول نفرح هنا شويه. لا يا حاج، شويه ايه؟ ده احنا عايزين فرح وهيصه وزفه تقلب الحاره. مدام بما يرضي الله، على البركه. ايه ده، يعني انت فعلا يا حاج موافق ان احنا نعمل فرح؟ من بكره الصبح هتلاقي الصوان منصوب في الحاره، والنشاره ماليه كل الارضيه، والكراسي مترصصه جنب بعضها، ناس وش بعض كده، والنور جاي في الحاره كلها من اولها لاخرها. وربنا يا رب يكملها علينا بالستر ويديم علينا النعمه. قولوا امين. امين. زغلوا تبع ربنا يزيدك من نعيمه يا حاج ويسعدكم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبتي. تعالي يا ست الحبايب، احنا كده بقى جاهزين، وبكره ان شاء الله نفرح هنا شويه وعالبيت. لا شويه ايه بقى يا حاج، دي اول فرحتنا ولازم نفرح بيها. طب انا بقول نفرح هنا شويه. لا يا حاج، شويه ايه؟ ده احنا عايزين فرح وهيصه وزفه تقلب الحاره. مدام بما يرضي الله، على البركه. ايه ده، يعني انت فعلا يا حاج موافق ان احنا نعمل فرح؟ من بكره الصبح هتلاقي الصوان منصوب في الحاره، والنشاره ماليه كل الارضيه، والكراسي مترصصه جنب بعضها، الناس وش بعض كده، والنور جاي في الحاره كلها من اولها لاخرها. وربنا يا رب يكملها علينا بالستر ويديم علينا النعمه. قولوا امين. امين. بركاتك على الجوازه عشان البيه يرضى عنك. في يا سميح، مالك بتتكلمي كده ليه؟ هطق من جنابي. طب يا اختي اهدي بس وصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. زي ما قالت انهار، الجوازه تمت وخلاص، مفيش في ايدينا غير اللي اتفقنا عليه. يوه، واضح ان اعصابك تعبانه يا سميحه. ما تيجي معايا الجامع وتسمعي لك الدرس وتصفي قلبك من جوه. عارفه يا هدى، لو ما مشيتيش من قدامي دلوقتي انا اللي هصفي دمك. امشي. خلاص خلاص، السلام عليكم.
خلاص كده كله تمام. انا الست سميحه مش معاها في اللي قالته، بس الصراحه هي عندها حق في حاجات كتير يا ستي. انت بنفسك بتوضبي لها اوضتها يا قلبك؟ ده انا لو متجوزه ده فرضا ودخل عليا بضره كنت ولعت فيها وفي الاوضه وفي هو شخصيا. زي ما قال الحاج، يا قلبك يا ستي ده انت جبل. ستي في ايه؟ كف الله الشر فيكي حاجه يا ستي؟ في ايه يا وليله؟ انت يا مجنونه مفيش حاجه. يلا اتفضلي روحي اعملي اللي انا قلت لك عليه. يلا حاضر. كل اللي انت طلبته جاهز. اتفضل يا دكتور. ما تخلي يا حاج. كتر خيرك. انا مش عارف انت تعبت نفسك ليه وجيت تاخد الحاجه، ما كنت سبتنا ابعتهم لك البيت زي كل مره، ولا حتى كنت بعتش حتى ياخدهم. انا جيت لك المره دي علشان سببين اتنين. ايه هو السبب الاول؟ بتاع اللي اديتها لي المره دي. تعالى يا دكتور. حلو ولا خد اللي بالله. البتاع اللي انت اديتها لي المره اللي فاتت تعبت جدا، روحي راحت. ده عادي ده ولا ايه؟ ما هو انت لازم تريح نفسك شويه، انت بتجهد نفسك كتير جدا وده اللي بيوصلك للحاله دي. اعمل ايه؟ ده كمين مفيش مفر منه، ما انت سيدي عارفين. يعني اقلق ولا ايه؟ بالهداوه مفيش قلق، خف شويه من الواجب. خف من الواجب؟ ازاي؟ ده انا عندي بدل الواجب 4. لكن ما قلتليش ايه السبب التاني؟ اللي بفكر ابات بره البيت اللي دي. ايوه طيب. فواز. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام يا ابني. اتفضل. خير يا فواز؟ ايه اللي جابك السعاد يا ابني؟ خير خير يا حاج. انا قلت اجابت معاك الليله دي وبكره بقى ان شاء الله ابقى اجهز من هنا. ايه؟ اخبار يعني؟ بقصر الشر. مش طالبة كلمة من دي ولا لاوي تبوز من دي. أنا لسه هشوف بلاوي. أما في ناس جبانات بشكل وأنا مش عارف. في إيه يا فواز؟ أنت قبلي مش قلت لي خلاص هم عرفوا وأنت مش همك حاجة؟ قلقان من إيه وخايف من إيه كده؟ مش خوف يا حاج ولا قلق، ده الحرص منه. طب يا عم الحريص، خش شوف لك حاجة تنام فيها. أنا ما أعمل لك أنا لقمة. لا 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 لا، لقمة إيه؟ أنا اتعشيت خلاص. لو عايز تقوم كمل نوم أنت. نوم إيه يا واد؟ نوم إيه؟ أنا أصلاً مش جاي نوم، ده أنت جيت لي نجدة. إيه في حاجة ولا إيه؟ تعيان؟ أجيب لك دكتور؟ يا عم ارحمني من السيرة دي. دكتور إيه؟ ما أنا زي الجن قدامك أهو. الدكتور أنا بس أصلي بفكر شوية ودماغي مشغولة حبتين. دماغك مشغولة بإيه؟ فواز. أيوه. فواز. ايوه يا حاج. اجيب لك دكتور يا حاج. يا ابني ارحمني من السيره دي، قلت لك. الله. في ده فال مش كويس حتى. فال؟ الكلام الجديد ده. انا فواز الزهر هحصلك في جمعتك. حبيب قلبي الحمد لله على السلامه. اقرصك بقى في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. يا ابني ما انت رايح تتجوز بكره. اه صحيح. تاني بعدين يعني. تاني ولا تاسع وعاشر؟ ارحمني بقى. سيبك انت يا حبيبي، تعالى لي في حضن ابنك حبيبك. تعالى. ياه لو كنت قلت لي وانا جاي. ايه كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت عملت حسابك يا حاج. لا 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 لا. ايش ايش ايش؟ ايه الكلام الكبير ده يا عم شحاته؟ احنا اتطورنا قوي. علي النعمه اللي كنت شفتك بالبدله دي قبل ما اتجوز كان ممكن افكر فيه ولا في البدله. مش فارقه، الاتنين شكلهم جديد. الله الله الله، ده ايه الخفه اللي ربنا اداها لك فجاه دي؟ وانت ايه الشياك اللي ربنا انعم عليك بها دي من غير مناسبه؟ المناسبه المناسبه كده بس، مش هقول لك. اخص عليك يا شحاته، هو احنا مش متفقين اللي يعرف حاجه يقولها للتاني؟ ماليش مزاج هسيبك تفضلي على كده. اخص عليك بقى الرخامه بقى، هي المناسبه والنعمه انت اللي رخمه قوي. بس هقول لك ريك. يعني ايه
ايه؟ الرابعة. تاني؟ مش غريبة قوي ان يكون فرح اخوكي فواز النهاردة وما يعزمناش؟ يعني هي اول ولا اخر جوازة يا علي؟ ما انت عارف فواز ما بيحبش الهيس، بيحب يخلص بدري بدري. ايوه بس انا سمعت ان اهل العروسة عاملين فرح ومعازيم وليلة يعني. اه ابويا قال لي، وقال لي كمان لو عاوزة تيجي تعالي، بس انا بقى اللي قلت له بلاش. بلاش ليه؟ مش عاوز اخسر انهار يا عادل، انهار برضو بنت عمي وحبيبتي وليها جمال كتيره في رقبتي. ما ينفعش بقى اروح اهيص في فرح واحده هتبقى درتها، عيب. اللي انا بقى مستغرب له اخوكي ورث ده الجواز الكتير ده من مين؟ هو طول عمره كده يحب الستات موت. انا فاكره واحنا صغيرين كان ليه مغامرات قد كده، بس الحمد لله بقى ربنا هداه وبعده عن اي حاجه حرام. من يوم ربنا ما اداله وهو كل ما يحس بحاجه ناحيه واحده يتجوزها على طول، وشرع ربنا. ايوه يا بنت، بس شرع ربنا ما قالناش يعني نتجوز عمال على بطال كده. ربنا ادى للرجاله رخصه الزواج من اربعه في ظروف معينه، مش اي كلام يعني، يعني مش اي واحد معاه قرشين يوم رايح يتجوز. نعم يا اخويا، يعني ان شاء الله، يعني انت لو جري في ايدك قرشين هتروح تتجوز عليا؟ انا بقول لك ايه وانت بتقولي ايه؟ يا بنتي اذا كنت بنتقد اخوك شخصيا. اه بحس. تعرف يا علي لو الشيطان لعب في نافوخك يوم انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ لا ولا حاجه يا اخويا، هتلاقي نفسك متكون في حفره متر في متر وعليها شويه تراب، وانا قاعده بالعيله والو العيله. يا ساتر، انت طلعت مفتريه. خش يا سماح. العشاء جاهز يا قبل. طيب يا حبيبتي روحي اعملي لنا شاي على بال ما ناكل. حاضر. استنى يا سماح، اتعشيت ولا لسه؟ لا لما تتعشوا انتوا الاول. لا روحي اتعشي وبعدين بيعلقي على الشاي. حاضر. ايه يا علي؟ ايه؟ انت فاكرني هجوعها يعني؟ لا يعني بس مش عاوزين نشيل ذنبها، دي امانه في رقبتنا دلوقتي وهنتسيل عليهم الايام. ماشي يا اخويا، ربنا يقوي ايمانك. يلا بقى قبل الاكل ما يبرد. يلا بس بقول لك ايه، ما تتقلش في العشاء النهارده. صلي على رسول الله. وسع يا عم وسع، فضل يا حاج يا عم في الهرم يا حاج، وسع يا عم. بسم الله ما شاء الله. يا عروس هنيسي، مبروك يا ست الجنة، مبروك يا سيد الناس. وسع يا ست وسع يا حاج، يا ألف نهار أبيض يا حاج، يا ليلة بيضا يا حاج. Oh! Ah! Fia, fia!
نورتي بيتك يا روزة. هو ده البيت؟ اه هو ده البيت. مالك مخضوضة كده ليه؟ يا نهار ابيض، النفضة اللي بتتلم فيها دي يا دلال، ده بيت العيلة واللي جوه دول هيبقوا اهلك. ايوه بس اللي جوه دول برضه يبقوا اللي جوه دول اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا، وهيبقوا عزوتك انت كمان. ايوه بس هنفضل برضه في الاول وفي الاخر ضرايب. ما عندناش الكلام ده، مفيش عند فوز الصياد الجو ده، كلنا هنا عيلة واحدة، وهتشوفي بنفسك هيستقبلوك ازاي. مش هحكي، تعالي بصي انت بصي. يلا احلى قفل طبعا. يا حياتي اتفضلي يا عروسه، بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا باللي قدامها سعدي وانا فرحان بيكي واولهم يا اختي انا. تشرب العصير وتبقى كويسه وزي الفل. العصير يا حاج، العصير. ده العصير بقى ده مفيد جدا. ايوه لا ده هيفوقك كده. ايوه ودي بطله كده. اشرب يا حبيبتي بالهنا والشفا. بطله. بالهنا والشفا. هو اللي بالهنا والشفا. هي شربت حاجه تاني يا نهار؟ تاني يا فواز تخلصوا. أنهار أدرى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أنا والشفا. يلا بالشفا. إيه؟ اللي إيه جاك قهوة منك ليها؟ يلا كل واحد على أوضته. طيب تصبحوا على خير. من أهل. طب يا حاج لو عوزت أي حاجة ابقى رنيني على الموبايل. هتلاقيني على طول باراشوت. قول بس يا موحة. مش هنعوز، اتهدي بقى يا سميحة. طيب يا حاج، ما يلزمش حاجة مننا؟ ما يلزمش، يلا، شكرين. أبقى أنا بقولك يا حاج،
ايه منى شكلها تعبانه قوي، ما تطلع انت تبات مع العيال واحنا نقعد هنا نهنيها وندلعها طول الليل وناخد بالها منها. والله فكره. يلا بينا يلا بينا مش معاهم ازاي دول في بيت واحد؟ ازاي؟ ازاي؟ لا 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 لا، اوعي بقى نبوظ فرحتنا عشان شوية هزار. هو ايه ده الهزار؟ طبعا خدي بالك خدي بالك، هما اللي موظفين لك الاوضة دي بذمتك. شفتي حنية أكتر من كده؟ عرسوس ونايم، كانوا عاملين لي في الأوضة عمل. عمل ايه يا دلال؟ دي ناس تخاف ربنا. لا لا لا، ما عندناش الكلام ده. البيت اللي فيه قرآن ما يدخلوش الشيطان. انا مش عارفة ليه حاسة ان جسمي كله بيرتعش وحاسة ان انا متلجة. متلجة؟ دلوقتي التلج يدوب اول ما الحرارة تسري والدم يجري والقلب يدوب 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 والروح تطير تطير توصل لسابع سما. شو لك خبرة؟ شفتي حاجة؟ احنا دلوقتي نقوم نصلي ركعتين ونقعد نقرا في المصحف شوية كده، هتلاقي نفسك هديتي وصفيتي وبالك ارتاح، ونرجع تاني تلاقي الروح طارت طارت في سابع سما. خلاص خليكي زي ما انتي، ولا اللي هغير لك هدومك. فين هدومك؟ يا لهوي 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 لهوي، برضك هيغيروا هدومهم؟ استغفر الله العظيم، وقلنا بلاش تصنط بقى، حرام حرام. نبي تنيلي اسكتي وتقولي كتير كفايه اللي بيحصل جوه. يا رب اخلص منكم انتوا الجوز عشان اعرف اسمع كلمه كلمه واحده يا شيخ. خليكي معايا يا انهار، دلوقتي هو كان بيغمسلك ليه؟ عشان تحطي لها الحبايه في الكوبايه مش كده؟ لا كان بياخد مني معاه. كنت هتحطيها لها في العصير صح؟ يا اخي ليه ليه يا فرحه خير في كده؟ تحطي الحبايه في الكوبايه؟ لما روحك يا سميحه بدل ما اجيبك من شهر. جرأي يا انهار، هو انت يا اختي مش قادره على الحمار هتقطعي على البردعه ولا ايه؟ لا ده انا اللي بردعه قوي بردعه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله يا جماعه، ارحمونا كفايه كفايه. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دلال دلال دلولة، انت ما لبستيش قميص النوم ليه؟ دلال دلال، ايه الليلة السودة دي؟ يا نهار يا سميحة يا هدى، خشي يا فتي. البنت قطع النفس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تكون شي ماتت؟ لا والله ولا فالك يا بنتي، يخرب بيتك بتسخني الراجل. يا حاج مالك اعصابك بقت رهيفه خالص؟ ايه دي نايمه؟ ده منظر واحده نايمه؟ اكونش يا اخويا اديتها حبايه المنومه بتاعتي بدل الحبايه اللي بالي بالك؟ اكونش اكونش في ليله زي دي يا نهار؟ وماله يا حاج؟ ما انا باكونش كل يوم وعايشه. انهار خلاص يا حاج، خلاص المسامح كريم تتعوض والايام جايه كتير. جاود زي ما نمتيها هتصحيها. يلا يلا هتعملوا ايه؟ هتفوقها طبعا، عندي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو ده هو ده عايزاكي ساحه كام تايمين. حاضر. يا رب الخير يا سيدي. خدي فوقي فوقي يا عروسه. انسي يا امي ده انا باخد الحبايه دي بنمي اسبوع. انتي حاول تحاول هاتي اهو. يلا بقى يلا قومي فوقي. انتي وسعتي بتعملي ايه؟ يلا يا حاج لسه. يا لهوي يا لهوي انت تصحي يخرب بيتك هيموتني. فوقي ينيلك اقامتي وسطي امبارح بس يلا فداكي يا اختي. بقول لك صباحيه مباركه. انت ايه في مشكله في السمع؟ لا 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 السمع تمام اهو اهو. صباح الخير يا اختي. صباح النور يا اختي. صباحيه مباركه عليكي يا عروسه يا حلوه. تعالي في حضني انا معرفش ارحب بيكي امبارح. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ حلوه الا قولي لي يا اختي هو الحاج لسه نايم؟ اه لسه نايم. حلو فرصه علشان نتعرف. بس اوعي تكوني زعلانه مني من حركه امبارح. اصل احنا كل فتره لازم نعمل زار عشان نفك الكرب والهم يروح. انا اسمي انهار. انت مين؟ انا دلال. اسمي دلال. دلال يا اختي اسمك حلو وطعمه وبيضه. ايه الروقان ده؟ شعري حرام عليكي هيتقطع في ايدك. معلش يا حبيبتي ما انا لازم اتاكد انه حقيقي. افتكرته تركيب بس حلو وناعم. وانت لما انت حلوه كده سبتي سرير جوزك وقمتي من جنبه بدري كده ليه؟ ابدا اصلا انا صحيت من النوم يعني فخفت اعمل دوشه في الاوضه وكده فقلت اسيبه نايم براحته. حبيبتي حبيبتي حنينة. ايوه قلبك كبير يا اختي. اسم الله عليك يا اختي يا اختي على القمر. ابدا سميحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا هنية شفتي عفريت؟ لا 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 مش قصدي. ايه حتت الحلاوة دي؟ ايه القمصان الحمرا دي يا بنت؟ ايه الحلاوة دي؟ وايه الغوايز دي؟ كل دي غوايز. هاتي حضني هاتي حضني هاتي حضني يا اختي يا اختي يا اختي. انت بتعملي ايه؟ برحب بيكي يا هنية. تعالي يا اختي هاتك بالراحة شوية البنت لسه عايزينها. اندهي على العيال خليهم يجي يسلموا على طنط. يا عيال يا عيال الحاج فواز تعالوا بوسوا طنط. عياله كل دول يا اختي ده في نبوءك يا بنت. وقول الله اكبر الله اكبر. يا ولاد خدوا طنط وفرجوها الجنينه عايزاكم تبسطوها. فكي نفسك كده يا دلال مع العيال وروحي ويجي معاهم كده يا اختي. ولا انت ما بتحبيش العيال؟ لا ازاي هو في حد يكره العيال؟ دول نعمه حتى من عند ربنا. وبعدين يعني كفايه ان هم عيال الحاج فواز الصياد. خلاص يا عيال خدوا طنط. Ah!
مشروع. يلا فيها هناء الحاج مال قال انه مش جاي النهارده والراجل بتاع الدفينيه ومعاه واحد لبناني جوه مع استاذ زكي. ما انا عارف زكي اتصل بيا، انا بسال عن الحاج عيان عنده ايه، ده كان زي الفل امبارح في الفرح. اخصى عليك يا شحاته، مش كنت تقول لي اجي اتفرج؟ كان نفسي اشوف الحاج وهو عريس. يا سلام، احنا في ايه ولا في ايه يا هناء؟ لما ادخل اشوف زكي ده عايز ايه؟ شحاته ارجع وقضيها لوك 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 لوك. نعم. هو انت ما صورتش الفرح على الموبايل؟ ده انا هصور قتيل في الشركه دي يا هناء، ده انت رخمه قوي. اشوف فيك يوم يا شحاته واشوف الحاج وهو عريس. احنا ان شاء الله نروح نبص على البضاعه اللي في المخازن الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا شحاته نشوف ايه الشغل اللي فيها ينفع وايه اللي ما ينفعش، وبعد كده ندي اوردر للمصنع بالشغل المطلوب. هي دي اوامر الحاج. اهم حاجه تبلغه سلامنا وتقول له الف سلام عليك يا حاج. وانا هون بمصر كام يوم، بتمنى الحق اشوفه. ان شاء الله، هو بس ريح النهارده شويه ومن بكره ان شاء الله يبقى معانا. شحاته احنا ينفع نروح المخازن امتى؟ في اي وقت زي ما تحبوا، انا جاهز لو عايزين دلوقتي. يلا على خيره الله، يبقى نتكل وخير البر عاجل. ماشي الحال. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا بيتكم ومطرحكم، اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه ده يا حاج؟ ده ولا مبنى المحافظه. محافظه ايه ده؟ احسن من مبنى المحافظه والله. شايفه يا مدلل؟ شايفه يا محروس يا اخويا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هي ده نال هتعيش هنا؟ اه طبعا. الله، ما هو ده بنت العيله وهي خلاص بقت واحده من العيله. اتفضل 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 يا حاج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حلو قوي التغيير اللي انت عملته ده يا استاذ محروس. شوف انتوا مستغرقون احنا اللي حنكون يا حاج. ايوه ايوه اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش كده، خيلتيني رجلين وبق. ايه يا هوانم يا هوانم يا هوانم جاردنسيتي؟ نعم. الحقوا اهلها وصلوا ومعاهم الحاج الكبير. اهلها دول فيهم رجاله؟ باين لي راجل واحد. يلا احنا بقى نقوم نستقبلهم. روحي دخليهم الصالون يا زينة. وانتوا تعالوا معايا. هنروح على فين يا نهار؟ يا مرحب يا مرحب يا مرحب، اهلا وسهلا. بسم الله. اتفضل. اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايف النجفه؟ اخر مره شفت نجفه زي دي كان في سيدنا الحسين. اي بس النجفه دي درعتها كلها مكسره وملحمه. بس برضه بسم الله ما شاء الله، قصر بحقه الحقيقي. تعرف يا محروس يا اخويا زي القصور اللي بتيجي في الافلام بالظبط. افلام ايه يا ام دلال والعياذ بالله؟ احنا لينا في الافلام. اعوذ بالله اعوذ بالله. يا اخ محروس مالها الافلام؟ ما احنا طول عمرنا متربيين على الافلام دي يا راجل. يا مصر كان هيبقى لها طعم من غير الافلام. والله عندك حق يا حاج، فعلا مصر اكتسبت طعم من الافلام. احنا كان عندنا افلام عظيمه، الناصر صلاح الدين و واسلام. طبعا طبعا. ربع العدويه في النص الثاني بس يا حاج. تمام. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، الف مرحبا. الجماعه اهم نازلين، تحبوا تشربوا حاجه؟ اجيب لي شربات وهاتي حاجه حلوه بسرعه. يلا حاضر يا حاج. اما البنت وحشتني بشكل يا حاج. وحشتك ايه بس يا ست مدلال؟ لسه سايباك امبارح. الليله دي عندنا يا حاج بمقام سنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مين دول يا حاج؟ دول معرفهمش، بس يمكن والله اعلم يكونوا جماعه الحاج. انا عاوز اشوف بنتي.
استنى استنى يا ام دلال لما نتعرف بالعيلة ونتبارك بيها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سماهم على وجوههم. قربي يا انهار سلمي على الست ام دلال. انا مش انهار يا حاج، انا سميحة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا والف مبروك وتبارك الله ما شاء الله. طيب قربي انت يا انهار سلمي على الست ام دلال. انا مش انهار يا ابو الحاج، انا هدى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا والف مبروك وربنا يهدي. بتهيالي كده يا حاج ما بدهاش ان فضله دي تبقى الست انهار اللي انت بتدور عليها. انا مش انهار يا حاج، انا انهار. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا ست، اللي فيكوا انهار ربنا يسترها معاكوا جميعا. تطلع الفواز ابني. انا عايزه اشوف بنتي. عاوزه تشوفي يا ستي؟ عاوزه اشوف بنتي يا حاج. اكيد كلوها. يا بنت ما تبقيش عبيطة النهار، ونخرج من أول قلم كده. أنت عايشة في وسط عقارب، يعني لازم تربي ضوافرك وتسنيها عشان تعرفي تخربشي وتاخدي حقك. الدرة مرة ولو دايبة في العسل، يعني ما يضحكوش عليكي بضحكة حلوة في وشك ولا كلمة متعصب الأوانطة. فتحي مخك وفنجلي عينيكي. اسمع كلامهم، مقنطعها لا يرقب مصمص الشفايف. ما تجيبش نتيجة في الحاجات اللي زي دي، لازم توقفي وريهم انك واقفة وجامدة، واللي يسكعك قلم اديله 10 بس بلطافة ومن غير ما حد يمسك عليك حاجة. كل غربال جديد وله شدة، وانت الجديدة يعني وترك لسه مشدود في قلب جوزك. اوعي تسيبيهم يتعلقوا بيه ويقلشوك انت. وخدي بالك هو دلوقتي رهن إشارة رضا منك. اللي عارفانا بقى والشطارة انك تخلي رهن الإشارة دي على طول. يعني شوية دلع على شوية مسكنة مع دمعتين عند اللزوم، على ضحكة حلوة في وقتها تقدري تاخدي تحت باطك ويبقى خاتم في صباعك. ما عندكوش مانجا؟ عندكم. سلامتك سلامتك، من أعمالكم صلت عليكم. انت بتشمت فيا؟ ماشي اشمت اشمت. انا تقول لي بركاتك يا ابو سميحه؟ ايوه. بس منظرك كان يفطس من الضحك، فكرتني بيه. الله في سماه لو اوريهم هما الثلاثه. يا ابني الراجل لهبل، بس اللي يفتكر انه يقدر على مكر الحريم. ده ربنا سبحانه وتعالى قالها ان كيدهن عظيم. صدق الله العظيم. والعيال ولاد الكلب متسلطين عليا. طبعا مش بيدافعوا عن امهاتهم، ده زي ما يكون قتلت لهم قتيل. احسن علشان بقى تهدى وتتهدي شويه. قول لي ناوي تريح لحد امتى؟ والله تعبان جدا، مش عارف، حاسس ان انا محتاج الراحه. وبعدين يا ابني الشغل اللي متعطل، الراجل بتاع لبنان اللي واصل ده، المول اللي عمالين تأجله افتتاحه كل شوية. والله ما أنا قادر أتحرك يا حاج، ظهري مش قادر أفرده. البنت كانت بتغرق في المية، شربت مية حمام السباحة. أنا جيت شفت المنظر بتموت، ورحت طاير نازل في المية، نزلت قاعد. ولا يهمك يا ابني، تعيش وتاخد غيرها. إيه؟ طيب أنا هقوم بقى أوصل لسايبك، شكلهم جايين ناويين على بيات، ألحق أروحهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دودو دودو دودو، هيكون اغمى عليكي تاني. يا روح دلال انا في الحمام، اديني بس 5 دقايق وخارجه لك على طول. 10 يا روحي، براحتك خالص. العصير بقى واللي بالي بالك. يلا اوعى تغلطي يا انهار. ماشي سلام يا حبيبتي.
برضه هتعملوا اللي هو عايزه؟ عندك حل تاني؟ اديها لها هو يا ستي. وبعدين يعني ايه حبكت دلوقتي؟ احنا في عز الضغط، ما يستنى بالليل ولا خلاص مش قادر. ما تستني يا انهار بدل ما الجنونه تطلع. ما تبعدي عني بدل ما اطلع الجنان على اصول عليكي. أنا مش عارفة هي بتعمل كده ليه؟ هتستفيد إيه من اللي بتعمله ده؟ وأنا مش عارفة يا أختي أنت إيه اللي مضايقك المرة دي؟ لا هي أول مرة ولا هتكون آخر مرة. يا ستي حرام عليكي، ما إحنا كده بنسهل له اللي هو عايزه، الراجل في الآخر بيعمل اللي هو عايزه. معلش يا أختي، إحنا اللي عودنا الحاج على كده. لا يا حبيبتي، لا، خلينا محددين، أنا عمره ما طلب مني حاجة زي كده ولا يقدر يطلبها لأنه عارف إني مش هعملها له. غانم كتمة الأسرار، القديسة عايشة في دور القديسة، هو بيطلب منها هي بس وهي بتنفذ عشان يبقى راضي عنها. تكذبيش على نفسك يا سميحة، كلنا يا أختي بنسعى لرضا الحاج وكلنا بنيجي على كرامتنا عشان خاطره، يعني أنهار مش لوحدها. لا لا يا حبيبتي، أنهار بالذات عايزة تبقى أقرب واحدة للحاج دايما، حتى لو عملت أي حاجة مش في مصلحة أي حد فينا. أنا عارفة الكلام ده من ساعة ما دخلت البيت ده، بس لعلمك ورحمة أمي ما هتسكت لها. أنهار يا أختي ما بتعملش حاجة أكتر من اللي إحنا بنعمله. وبعدين يا أختي لو الحاج طلب منك إن أنتي اللي تديها الحباية كنت هتجري على ملا وشك وتعمليها. جرايه يا ست أنتي، أنتي معايا ولا معاه؟ إحنا التلاتة في الهوا سوا يا سميحة. البرفان اللي انت جايب لي منه وافوق كده من الهدر اللي خدته امبارح. ده كلام تفوق انت والدواخين. انا دايخ. سلامتك يا عينيا، الف سلامه. سلامتك. انا دايخ قوي. يا لهوي، خدي بقي من العصير ده. لا عايز اكل الاول. ده ساقع وكله فيتامينات قبل الاكل. أحبوش. خرابي. ثواني يا حبيبتي واجيب لك أحلى أكل قدامك على السرير، بس عشان خاطري خدي بقى من العصير ده. أحبوش. أحبيه بقى. أحبوش. أحبيه. أحبوش. عشان فواز. عشان فواز. أحبيه. 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 وده موديلي بقى عامل شغل جامد قوي قوي في المناطق الشعبية. مناطق شعبية ايه يا شحاته؟ هقولك بيروت، بيروت تقولي مناطق شعبية. ايوه ايوه بيروت. حاضر حاضر، فهمت طلبك. حاضر. طب ده عليا يا شحاته، هو المخزن ده مالوش مدير؟ كل حاجة انت خضتني، بدور على موديل 42 او 43. يا عم شعبان ده ما بيشوفش، شوف له موديل 42 و43. يا دي شعبان اللي مفيش غيره في ام المخزن، روح يا شعبان تعال. صبح يا باشا. ادي يا عم 42 43 اهو يا باشا، شايف موديلات اخر تحفه. يا اخ شحاته. شحاته بتفهم علي؟ برجوك انا بدي ملابس بتليق على طبيعه ومناخ البلد عنا. ايوه ايوه حاضر حاضر، فهمتك. حاضر حاضر. بص ده بقى موديل عامل شغل جامد قوي 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 مع بنات الجامعه والنوادي وارباب الكافيهات. هيدي الملابس ممكن بتصير عندنا مليح. اوكي شحاته، اعمل لنا حصر بكل انواع الموديلات اللي بالشكل ده وهات لنا منها عينات واحنا نشتغل عليها. حاضر من عينيا. همتك معانا يا اخ شحاته. شحاته شحاته.
شحاته. منيح، تفضلوا. السلام عليكم. سلام. شحاته، شحاته. نعم يا ست سوقي، في ايه؟ بقول لك يا شحتوه، مين الناس اللي كانت بتتكلم انجليزي دي؟ دول ناس هتصدر لهم شغل ان شاء الله. وايه حكايه بارود دي؟ هو الحاج هيفتح محل هناك ولا ايه؟ انت مالك يا تسوم؟ خليك في شغلك، ده التاريخ مقاوي. الله، مالك انت حمان كده ليه يا عم؟ هو بيطمن على الشغل برضه. اطمنه، الشغل تمام التمام. هنسلوكوا بقى عشان الناس مستنياني بره. السلام يا عم شحاته. بقول لك يا ديسكو، انت بتفكر في ايه؟ عشان انا مش عارف افكر اساسا. ده صاحبك هيدفع كتير قوي في الخبر ده يا ابني. ليه؟ تصدق صح؟ بس خبر ايه اساسا؟ طب روح 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 يا شعبان، حط الحاجات دي. روح يا شعبان روح. طب اسمع لاني غبي يا ابن الذكيه. نهارك اسد ونايل يا سي شاهين. بتقول لي انا الكلام ده؟ وقدر لسانك يطوعك وتنطقها غصب عني يا نعمه. الشيطان كان بيلعب بدماغي. الشيطان بيلعب بدماغ اللي نفوسهم ضعيفه وعقولهم صغيره، وانا بعد اللي انت قلته ده مستحيل اعيش معاك تاني. استني بس يا نعمه، رايحه فين؟ رايحه في 60 دقيقه. استني بس، ما تفهميش الكلام اللي انا قلته غلط. انا كان غرضي، غرضك كان باين من يومها، لكن انا اللي ما كنتش فاهمه. هل وانا اللي كنت فاكراك هتشيلني من على الارض شيل وهطير بيا فوق في السما؟ جيت كسرت قلبي وموت فرحتي جوايا، بس ما كنتش فاهمالك. لكن دلوقتي خلاص فهمت وبانت نيتك. انا ماشي يا سي شاهين وسايبالك البيت. اقعد انت بقى في حضن شطانك، خليه يغويك ويلعب في دماغك عشان تعرف تقول ان مراتك. نعمه، للدرجه دي مش طايقه ايدي عليكي؟ سيبني اروح لحالي يا سي شاهين. ليه بس سوء الظن اللي فيا ده؟ الكلام ده تقوله لنفسك مش تقوله لي. انا قلت لك كده عشان خايف على اللي جاي، خايف لا يتكتب على ابننا انه يعيش من غير اب. انا كبرت يا نعمه وما عادش فاضل في العمر اللي يكفل تربيته. ما هو ده اللي انا كنت فاهماه في الاول، حتى كان مهون عليا معاملتك السودة ليا. لكن بعد ما طلبت مني ونزل اللي في بطني ملهاش تفسير تاني غير انك شاكك فيا وخايف لا يكون اللي في بطني ده مش هيك. بس كفايه كفايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انسي اي حاجه اتقالت، يلا لم هدومك ورجعيهم تاني الدولاب. يا سلام، انسى؟ ايوه، اللي يتقال ساعه شيطان لازم يتنسي. انا هروح اتوضى وانزل الجامع اصلي، يمكن ربنا يسامحنا. اللهم سامحنا، اللهم سامحنا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا ظهري، يا ظهري، اخس عليكوا على شقاوتك يا حاج. اخس عليكوا على شقاوتك يا حاج. ولسه انت لسه شفتي حاجه؟ يلا يا زينب. معقوله اللي انت ملبساهولي ده يا دلال؟ ايه يا حبيبي مال؟ ده حتى زي القمر عليك، الموف اللي راح ياكل منك حته. صحيح؟ طبعا، ومبين سنك كمان. حبيبي، عيون حبيبك. رجلي دودو لسه بتوجع. يا خبر ابيض، ما هي دودو بتدوس جامد قوي على رجليها. طيب حبيبي، ينفع يشيلني لحد السفرة هناك؟ أشيلك؟ يا بيب، تشيلني ولا أنت مش عايز تشيلني؟ هي دي أول مرة يعني ولا دي أول مرة؟ شيل يا حاج، شيل شيل يا حبيبي، ربنا يديك الصحة وتشيل. أشيلك طبعاً يا روح قلبي، لا بلاش التسيح ده، ناخد عين. صح، بسم النبي حرسنا وسيدنا. طب ايه، الحاجة هيشيلني ولا مش هيقدر يشيل؟ اقدر ان شاء الله، نقدر بعون الله. البركة. على السفرة. دي مش السفرة. يا حلاوتهم. شورت وفانيلا
وشالها على ايده في وسط الصاله قدام الناس كلها اللي ما اتكسف وعينيه كانت كده ما حطش في عينه حصوه ملح. وانهار يا اختي عملت ايه؟ ما استحملتش المنظر، الطاجن وقع من ايديها دشدش 100 حته على الارض. اخص عليك يا حاج، بقى كده تخليها تحرق في دمنا بالشكل ده؟ يا جماعه يلا الحاج بيقول لكم تعالوا اتغدوا. انا مش هقعد مع الناس دي على ترابيزه واحده ابدا. والست انهار برضو بتقول لكم تعالوا كلوا عشان ما تقعدش معاها لوحديها، بتقول لكم يلا وما تبقوش واطيين. ما تحترمي نفسك يا وليه انت. انا مالي؟ مش هي اللي بتقول؟ اوف بقى، بقول لك ايه، روحي قولي لهم اني مص. روحي قولي لهم جايين يا زينب. يا اختي انا لو شفتها دلوقتي هقرقش مصارينها باسناني. معلش يا سميحه، دي عاده وما ينفعش نقطعها. لا يا شيخة تتقطع رقبتها في التحرير، القادرة بنت البواب المعفن اللي عاملة نفسها بنت بارنديلو وعمالة تتمايز وتتدلع عشان تغزني وديني لقطع لسانها من اللي غليقه. معلش يا اختي، تعالي على نفسك شوية وإن شاء الله هنحلها. حل وسطها البعيدة. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، لحسن الحاج هيزعل مننا ومين عارف هي عمالة بتقوله إيه ولا بتسخنوا علينا إزاي. بس أنا بقول لك أهو، لو ضايقتني مش هسكت لها. أرقش رقبتها. بالراحة بالراحة يا اختي، تعالي تعالي. ماشي. معلش عشان خاطر، عشان خاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا روحي، خدي من ايديا. انا باكل يا حبيبتي، باكل. كل انت بقى عشان خاطري. طب اخر واحده. احبوش يعني ما بتاكلش يا حاج؟ ده الاكل تحفه. تسلم ايديك والله يا نهار، حاجه كده. صلي على النبي يا نهار. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم. بالحنا والشفا يا حاج. ايه الرز اللي على بقك دي؟ عليا حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام، انا شبعت من دلعك فيا وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي وانا عاملها لك بايديا الاتنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها يا نهار. مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيتها اصلها ايه حكاية؟ اهلا حبيبي. حبيبتي حبيبتي يا مزة، مستنيينكم عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمة كده بإذن الله. الملوخية يا زينب. عادي يا ستي الملوخية. ادت معايا يا سميحة. يا حبيبتي هات. جدا والله. خلاص يا بنتي ما حصلش حاجه. كل ده اصلا هنا من الساعه 7 الصبح. وايه اللي معاك لغايه الساعه 6؟ انت مش بقالك 5؟ الاستاذ صفوت جوه ومعاه مرسي وشحاته والاستاذ زكي، بقى لهم يجي 3 ساعات. ما انا عارف، ما انا جاي مخصوص عشانهم. بقول يا حاج، هي حكايه المدرسه دي هتيجي على دماغي ولا ايه؟ انا هنا من الساعه 8. قاعده ليه؟ ما تروحي انت. الحاج موصيني قبل ما امشي لازم اقفل مكتبه. طب خلاص انا هخش الملك الليله دي عشان تروحي انت. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك. يلا كملي انت نومك لغايه ما اخش اوزعها. ماشي. ايه ده؟ انت ما صدقتي هتنامي بجد؟ بس صحصحي يا بنتي. كده الامور كلها بقت جاهزه، مش فاضل غير امضة فواز ونستلم المدرسه بشكل رسمي. ان شاء الله. الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. خليكم قاعدين يا اولاد. اتفضل هنا يا حاج. اتفضل يا حاج. اقعد. الله يكرمك يا حاج. ايه ايه حكايتكم يا اولاد؟ حابسين نفسكم هنا من بدري ليه؟ انتوا ناويين تفتحوها بكره؟ الاستاذ صفوت يا حاج جاي سخنان علينا ومتحمس عشان موضوع المدرسه لدرجه هيخلينا نغير نشاطنا ونلبس مرياله. والله يا جماعه انا مش قصدي ابدا نعطلكم معايا. لا لا لا، ده شحاته بيهزر معاك، ما يقصدش يا استاذ. لا بجد يا حاج، بسم الله ما شاء الله صفوت متحمس جدا، اصله حابب الموضوع قوي. انا نفسي يا حاج نتفادى كل اخطاء المدارس التانيه ونوصل بالمدرسه بتاعتنا دي ان شاء الله لاعلى مستوى. ما شاء الله عليك، او ده حماس تشكر عليه. فواز ابني كمان متحمس قوي،
لدرجة إنه مصمم بيبقى في لجنة اختيار المدرسين. وكمان عملنا إعلانات وجالنا طلبات كتير قوي. وأنا جهزت ملف بكل السيفيهات اللي اتبعتت عشان نختار منها المناسب قبل المقابلة. أصل العدد كبير قوي وكان لازم يتغربل يا حاج، عشان كده اشتغلنا بنظام السيفيهات. المهم يا أولاد لازم يحسوا بفرق عن غيرنا، وده لا يمكن يحصل إلا بمرتبات محترمة تناسب قيمة شغلهم. الله الله عليك يا حاج، هو ده الكلام. وبالشكل ده نتفادى مشكلة الدروس الخصوصية، والمدرسين يدخلوا على الطلبة يشرحوا لهم بقلب، ما يبخلوش عليهم بأي معلومة. صدقوني يا جماعة، أنا سافرت بره وشفت المدارس هناك واشتغلت فيها، وعرفت كويس قوي إيه الفرق اللي بيننا وبينهم، وليه هم أفضل مننا، وليه المدرسين اللي عندنا الكفاءات بيهاجروا ويشتغلوا بره بمنتهى الإخلاص والأمانة. والسبب حاجة واحدة بس، طبعا الفلوس. الفلوس طبعا، بس في فكرة أساسية في الفرق اللي بيننا وبينهم، إن المدرس عندنا اتحول لموظف، وموظف غلبان يا عيني، مرتبه ما بيكفيهوش لآخر الشهر، وبيبدأ بقى يدور على دخل تاني ومصدر إضافي لدخله، وهنا بتظهر المشكلة. ما شاء الله عليك يا أستاذ صفوت، ما شاء الله عليك يا راجل، واضح إن حماسك فعلا زايد قوي لدرجة هتخليني يعني ما الحقش صلاة العشاء في الجامع. أنا آسف إني عطلتكم مرة تانية، بس والله يا جماعة الموضوع يستاهل بجد، وفواز ليه في رقبتي جميل، نفسي ربنا يقدرني وردهوله في المدرسة دي. وعرفت شو اسمه؟ محدش قال اسمه قدامنا. يعني أنتم متأكدين إنه لبناني؟ طبعا متأكدين، بيتكلم لبناني زيك بالظبط. طب كويس كتير، هيدي العملية اللي أنا عم بستناها، بدنا نعرف نوع البضاعة والكمية وحتتصدر لمين وامتى حتوصل. هيدي العملية اللي أنا طول عمري عم بستناها. حيلك حيلك، أنت مالك دايس فينا كده كأننا شغالين عندك؟ مش الأول نفهم إيه العبارة؟ لا، قبل ما نفهم ناخد حق المعلومة الأول، وبعد كده نتكلم في اللي بعده علشان نبقى في الترسينة. الحساب بيننا بيجمع مثل ما بتقولوا، والشغل هيدا كلنا حنكسب منه مثل ما قلت لك يا تسوقي. مؤاخذة يا باشا، احنا دورناها في مخنا لقيناها خسرانة، وبنشتري سمك في مية، احنا ناخد حقنا أول بأول ولا يا شعبان؟ ده هو كده يا باشا، عشان الشغل بينا يبقى على مية بيضة. قول لي شو طلباتكم يا آدمي؟ صحيح العبارة كده، احنا في الجيرينيه ومقشفرين على الآخر، ويلزمنا فلوس، وعلى قد ما تدفع المرة دي على قد ما يكون التظبيط المرة الجاية، علشان تبقى راضي عننا. فهمت فهمت. بكرة حيكون في عندكم مبلغ محترم جدا، والحساب بيناتنا بيجمع. ماشي يا باشا، يمشي الكلام كده، تشاولنا على السكة نجري فيها جري. ما في غير شحادي، شحادي هو اللي كان معهم، وشحادي اللي عنده كل التفاصيل. احنا سألناه ما رضيش يقول لنا. يا حبيب قلبي، ما بينفع هيك سؤال عالطاير. انت عايز تقول ايه يا باشا؟ شحادي ضعيف كتير قدام الستات. نعم يا اخويا، يعني ايه؟ يعني لو اتظبطني قاعدة حلوة حيخر ويكر كل اللي بيعرفه، واحنا ما بدنا غير اللي بيعرفه. طب وهنعملها ازاي دي؟ سيبوا التفاصيل علي والتنفيذ عليكم. وعندك قهوة مظبوط بقى عشان كشفتني قصاد نفسي، قالت لي اللي ما قدرتش اقوله لروحي، خلتني احس بالذنب. ومن ساعتها وانا عمال استغفر واقول يا رب سامحني يا رب سامحني. ربنا كبير يا شاهين، والظن بالشيطان، ومفيش اضعف من النفس، وكلنا بنغلط، محدش فينا معصوم من الغلط. ازاي انا قدرت اقولها كده؟ ازاي قدرت اقول لها نزليه اصلا؟ بدل ما انت عمال تغرب اخماس في ازاز وتسال نفسك اسئله بتضايقك، قوم روح لها، خد في ايدك حاجه حلوه، وروح اتفرج على قلبها وافرح بابنك. قوم يا شاهين، قوم روح لها يا راجل، خلاص ما بقاش يكفي في العمر شويه زعل، ده احنا ما بنصدق نفرح بأي حاجة. اوعى تغلط الغلطة دي يا منعم، اوعى ترمي نفسك في نار جوازة زي دي، مهما دقت منها حلاوة لسعت نارها
هتخليك تتقلب على الجنبين. سعاد يا سعاد سعاد، هي راحت فين الولية دي؟ ايه ده؟ انا بايت عند ماما عشان خالتي عندها العشاء في التلاجة ما تسخنوش عشان ما فيش انبوبة. سعاد يا فرج الله، الحمد لله، احمدك واشكرك يا رب، اخيرا هنام لوحدي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي، لكن رجعت في كلامها. الو، مين دي؟ سوقي؟ فيها تسوقي؟ المخازن فيها حاجه؟ امال في ايه؟ اخرج اتفسح؟ لا 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 لا، انا ماليش دماغ للحاجات دي يا عم. انا ما صدقت ان مراتي بايت عند امها النهارده ولاقي مكان انام فيه. يا عم اخلع من نافوخي بقى، ما تبقاش رخم قوي. سلام. وحبرت على السير اللي وحدي، هنام على السير اللي وحدي، حبرت على السير اللي وحدي، هنام على السير. نشيل عين واحنا مش ناقصين، دول نسوانك دول تدبف عليهم رصاصة. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب. كده صح؟ أنا عودك. يلا حبيبي. يلا بينا فين؟ مش هقطع طبق الفاكهة الأول؟ سيبك من الفاكهة. الله، عشان تتغذى. الغذاء مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوة وتمسكني. لا يلا إدي. امسك. لا مش هتعرف. هتفكرني هبلة ونبي ما هتعرف. امسك. انا انت عايزها بجد؟ مسكتك. انا اللي خليتك. وانا كمان. يا الحاج، يا عيني على الحاج. ماله الحاج يا اختي؟ ما هو زي الفل اهو. ده اللي جرى واللي حصل لا يتقرى ولا يتشاف. بقى الحاج فواز، استغفر الله العظيم، يطلع منه التصرفات دي؟ سامعين يا امه؟ سامعين. لا، السمع غير الشوف يا ستي. بقى الحاج فواز يتصرف تصرفات لا تليق بسنه ولا في مركزه ولا في مقامه. لا، الراجل هيضيع منكم، انتوا لازم تتصرفوا. انا بقول لكم اهو يا اختي. انت قلتي حاجه لسه؟ ما تقولي فيها ايه عشان نعرف نتصرف. هقول لنا يا اختي. شفتي ايه؟ الهانم الجديده هتطير برج من عقل الحاج. شفته هو بيسحب زي العيال وداخل من اوضته للمطبخ، وشافها بقى وهات يا زغزغه ويا ضحك، راح يا ستي لفعها على ايده وشايلها كده اهو، ولافف فيها المطبخ كله، وصوت ضحكتها بسم الله ما شاء الله رن في الفيلا كلها. ما شاء الله تبارك الله، ده انت اللي هتترني علقه وهنط في كشك لو ما تلمتيش. اخص عليك يا حاج، اخص عليك. تاني تاني. ايه تاني دي يا اختي؟ هو انت كنت اتلفحتي اولاني عشان تتلفحي تاني؟ انت كان لفحك قبل كده؟ لا يا اختي والله ما اتلفحت. قولي لي بقى، المره دي هنسكت يا انهار. البت دي مش سهله، دي تربيه حواري ياما، دي فاهمه هي بتعمل كويس ايه. لا وحلوه ونخشة وصغيرة كده وموزوزة، والرجالة بتتقلب عيال. لا بتريل يا اختي على النوع ده، بيريلوا على النوع ده.
ولو اي واحده فينا فكرت تقف قصادها هتنسفها كده، هتدمرنا. امال انت عايزانا نعمل ايه؟ نقف نسقف لهم ولا نقعد نزغرط ونصفر ونحيي ونشجع ولا نشد في شعرنا ونصوت؟ يا بنت اسكتي شويه خليني اعرف افكر. الله عليك يا بنتي، بتقولي كلام غريب قوي يا ارهار. ما تقطعي حبل افكار. خلاص يا اختي، خلاص خلاص يا اختي، خلاص استهدوا بالله كده وصلوا على النبي وخلونا في حالنا، وان شاء الله ان شاء الله هيزهق منها زي غيرها ونخلص. يا شيخه ونخلص. ربنا يكملك بعقلك يا ست هدى. يا اختي وفين الخلاص اللي انت بتقولي عليه ده؟ لما هو هيزهق ويجيب لنا واحده غيرها يبقى يرجع ابوكي لاخوكي واحنا نقعد نهري وننقض في روحنا لحد ما واحده فينا هتتشعل ان شاء الله. وانا هتطلق والعمل. هي فكره بقى لها فتره عماله تور في دماغي، وانا اوانها دلوقتي. وحاجه من الاثنين، يا هنرتاح كلنا ونحط رجل على رجل بكرامتنا، يا اما هنتطلق ونترمي في الشارع رمية الكلمه بس بكرامتنا برضو. فكرة ايه دي يا نورة؟ سفلة سفلة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا اختي هو واخد واحدة في شقة مفروشة دي مراته. لا 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 يلا ماتت ولا لسه، خلينا نخلص من واحدة. طيب طيب طيب، يعني بتخبط ساتر طجب. ومين ده بقى اللي جاي يبوظ عليا الليله بقى؟ مساء الفل على عيوني العسل. دي سوق ايه؟ صباح الجمال والشقاوة. وشعبان؟ هو في ايه؟ انت مش قلت ان المدام مش موجوده يا عسل؟ ايوه بس ليه؟ يبقى تخش يا زبان. هي ازيك يا اسمك ايه؟ عندك كوبايه بقى كبيره؟ يا يما شحاتة. يعني مات الله يخرب بيتك يا سليم يا أشقر. يا علي يا علي، ايه النور ده؟ انت نايمة من امتى حياة؟ مش فاكرة. ده ايه اللي أخرك كده؟ أبدا الكلام خدنا. وانت ايه اللي منامك بدري بس دلوقتي؟ تعبانة يا علي، تعبانة، جسمي مكسر. تعبانة؟ تعبانة من ايه؟ وانت بتعملي حاجة؟ بذمتك يعني ده سؤال؟ طب بقولك ايه يا حياة؟ ما تقومي تصحصحي كده وتقعدي معايا تتفرجي على التلفزيون. النبي انت رايق قوي. يا علي جسمي مكسر عاوز انام. روح اتفرج انت لو عاوز. لا مش عاوز، مش عاوز حاجة خالص. اطفي النور ده بقى. يو يا علي. مش شايف وشادي وبهدل. هذا المطلوب. اثبت بقى على كده. على شعبان الواد شحاته استوى على الاخر. يلا خد زبادي وخش الاوضه جوه. يلا جوه. جوه ايه؟ الله يخرب لك تذكرتي ولا ايه؟ خد زبادي وخش جوه عشان خاطر المهمه. المهمه. مهمة ايه؟ الله يخرب بيتك ويخرب بيت ايامك. زبادي خد الواد شعبان وخش جوه عشان خاطر المهمة. تعالى يا وادي يا شعبان. تسعد ابو معاه معاه. ايه يا شيخ؟ تسوقي تسوقي. هم رايحين فين؟ هم رايحين اما اقول لك كل حاجه بس بيجي عليك الدور. الله. يا ريت تقول لي عشان انا ما اعرفش. انا طالب منك طلبين. امرني. والطلبين من غير سلطات. حلوه مضروب حلوه. الطلب الاول ايه؟ تقول لي هم رايحين فين؟ سهله.
والطلب التاني ايوه قول لي هما يعملوا ايه عشان انا ما اعرفش. ايه اللي بتقوله انت مش متجوز لا يا شحات؟ انا متجوز بس على خفيف يعني. حلو حلو قوي مظلوم والله. طب وعيات ابوك يا رب ابوك يا حج تقول لي هما يعملوا ايه؟ يا عم سيب الجلابيه واقول لك كل حاجه بس واحده واحده كده معايا علشان ايه؟ علشان المهمه. وانا تحت امري المهمه. بيا بيا. زي ما اتفقنا انت هتجيبي سيره لبنان اللي انت نفسك تسافريها، والمهم ما يخرجش من هنا الا لما يقول اسم الراجل اللي فواز هيشتغل معاه وفواز هيسافر معاه امتى، وسيبي الباقي علينا احنا بقى. دي حاجه سهله قوي قوي. تمام. تيجي نسخن شويه لحد ما هو يستوي. اهدي اهدي نسخن ايه انت غبيه هتبوظي المهمه. يوه يا اخويا مسي رأفت الهجان كان في مهمه كان بيعمل كل حاجه، وبعدين انا سخنت قوي قوي من الرقص خايفه الاطهر. صدقي انت زباله. جيبها كده وتخش عليها كده. فهمت يا تسوقي؟ يعني قصدك اجيبها كده واخش كده؟ يا لهوي يا ليتك السوبر يا سعاده، وكمان جايب راجل في البيت. يا عم اوعى كده مين ولا الخرفره دي؟ ما تفهمنيش غلط يا سعاد، البنت جوه في اوضه النوم. منعم قصدي الحاج منعم. لا لا قولي زي ما قلتيها. منعم طلع من فوقك حلوة أوي، طلع من غير زواج من غير تكليف. لا مؤاخذة يا حاج مش قادرة أقول لك اتفضل، الوقت متأخر ومفيش حد في البيت والناس كلامها ما بيرحمش، وبعدين لو حد من ولادي شاف المنظر ده مش هيعدوها لي أبدا. أنا كمان برضو ما يرضينيش هتسبب لي في أي أذية، أنا جالي في كلمتين وماشي على طول. طب قولهم بسرعة. حاضر انا قصدي كاتبهم هنا. اتفضل. ده وصل نور يا حاج. ايه انا قصدي الكهرباء عليت عليا فجاه. ايه ده جواب؟ فضفضل فضفضل. اقريها على مهلك ورد عليا. طيب امشي انت دلوقتي وانا هقراها على محلي. حاضر بس حصلنا الرد على النار. طيب روح انت دلوقتي مع السلامه. نار يا حبيبي نار حبك نار بعدك نار. الجيران يا حاج عاوزين يطفوا الحريقه معانا. نار يا حبيبي نار على نار حبك نار. هي وصلت لكده يا شحاته؟ تجيب تسوان في البيت بتخون يا راجل، بتبص لبره طب بتبص لجوه الاول. والنعمه مالها ذنب يا سعاد؟ ده هم اللي طبوا عليا فجاه وجابوني زبادي. ليه يا اخويا؟ كان عندك حموضه؟ لا البنت اللي جايبينها كانت زي العسل اسمها زبادي. ما تجيب سيرتها. طحشي. قول انك ما بقتش تحبني. ما بقتش قادر تعيش معايا. ساعتها انا هحترمك وهديك حريتك كمان. بجد يا سعاد؟ ايوه بجد. هو انا هعيش معاك يعني غصب عنك؟ هي الحاجات دي فيها عافيه؟ انما تخوني انا يا شحاته، تخوني انا؟ طب ليه؟ ناقصني ايه؟ انت مش ناقصك حاجه خالص، ده انت كل حاجه فيك بزياده، مرطرطه، مبعطره، بس انا مش لاقي حته في بيتها ارتاح فيها. اتخلقت مني يا شحاته؟ طب طلقني، زهقت مني طلقني، وخلي عندك كرامه وطلقني. ما تستفزنيش يا سعاد. طلقني يا شحاته، طلقني. كده؟ طب روحي يا سعاد وانت. عايز تطلقني يا شحاتة؟ طب افتكر المكرونة بالبشاميل ولا فاكر البانيه باللحمة اللي كنت بتطفحوا عشان تسمن وترابرب ورز ابو رزة ورزة رزة ورزة اللي تطلع عيني. عايز تبني بعد كل ده؟ طب افتكر لما كنت معفن وحميتك ولما كنت بتطرطش على الحمام وافضل امسح وراك يا زبالة.
ولا ما كنتي بتسيب البنت دي بزي خلقتك؟ وافضل اللي ما وراك يا واطي. ها؟ هسيب مراتك حبيبتك سهاد وتروح تاخدها مع سبعتي؟ ماشي ماشي ده انا لا انا مش هضربك ولا هفكك خالص. انا خليك كده للصبح عشان تحسي بالخنقه اللي خانقها لي ومرمطي وراك ليل ونهار. يا واطي يا زباله يا واطي حياتي دنيتي حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري بسلم عليكي وانت مبرجلة حالي ومشقلبة كياني. اوعى تفتكري اني عامل نفسي واد فونت وبثبتك بكلام حلو، ده كله من جوه انا غشيش القلب. ودلوقتي بس صدقت اللي قال ما محبة الا بعد عداوة، ما محبة الا بعد عداوة، ما محبة الا بعد عداوة، ما محبة الا بعد عداوة. احبك حافية. يا ستي يا عيني يامه يا عيني سرك بيوجعك انا شعبان؟ لا انا عيني مش شايف بيها. يامه عيني يامه يا لهوي مين اللي عمل فيكوا كده؟ انا عارف ان انت بتحب البسبوسه، جبتها لك بالمكسرات والقشطه من عند ابو رزق احسن حلواني في المنطقه. يا بنت ما بقاش دمك تقيل بقى، انا جاي اصالحك. قصدك جاي تضحك عليا بكلمتين زي كل مره؟ ما تزعليش بقى، كانت ساعه شيطان وعدت. والشيطان ده بقى مش انت اللي فتحت له الباب عشان يدخل ما بيننا؟ يوه، واحنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما خلاص بقى. يعني خلاص هتبطل تنكد عليا وتنغص عليا حياتي؟ الا في حاله واحده بس. ايه هي بقى؟ تقومي تعملي لنا لقمه حلوه بايديك الحلوين دول. يعني انت جعان؟ نفسي مفتوحه قوي اكل لقمه معاك. من عينيا، عشان تعرف بس ان انا جدع منك. طب يلا بقى. يلا ايه؟ يلا تقومي تعملي لنا اللقمه اللي هناكلها. اللقمة؟ طيب يا شاهين بس على شرط. شرط ايه؟ تشيلني لحد بر. ايه؟ اشيلك ده ايه؟ اهنتوا كده يا ستات، اول ما الواحد يضحك لكم تطمعوا فيها وتسوقوا. جرى ايه يا شاهين؟ كل ده عشان بقولك شيلني؟ هو انا مش من حقي اتدلع عليك ولا ايه؟ لا مش من حقي، احسن لك تلم هدومك وتتوكلي على الله. واضح ان الخيال شطح بيكي والطموح هيقتلك. كل ده علشان بقولك شيلني يا راجل. هو انت مستعجله قوي عشان تبقي ارمله؟ مش المثل بيقولك على قد لحافك مد رجليك؟ والنعمه بموت فيك. طب يلا بقى. احلى عشا اطيب راجل في الدنيا. والنبي يا رب، والنبي ما تكسر بخاطر اطيب راجل في الدنيا. مية نار؟ لا، لحد قصيتها قصري يبوظها. ازاي ده حصل؟ وكانوا فين بتوع الامن اللي هنا؟ لقيناهم متربطين ومضروبين ومعدومين العافيه ومرميين قدام المصنع، وديناهم على المستشفى. وما قالوش حاجه؟ قالوا ان في ناس خطفوهم ورموهم في عربيه وغموا عينيهم وفضلوا حابسينهم يومين، فاقوا الصبح لقوا نفسهم قدام المصنع. ناس مين دول عاوزين ياذونا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه انت خلاص نازل يا حاج؟ ننزل بقى يا حبيبتي نشوف شغلنا، كفايه بقى كده. جرى ايه؟
وانت خلاص زهقت مني ولا العسل هو اللي خلص؟ ده كلام. هو البحر بتخلص منه بميه كلها كام ساعة وهتلاقيني مقدف وجايلك. وانت هتلاقيني واقفة على الشط وبشاور لك بالمنديل. الله، ايه الاصطباح اللي تفتح النفس دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فواز يا روح. فواز؟ لا انا مش قصدي كده، انا قصدي انت هتنزل بلبسك ده؟ ماله لبسي ده؟ انا مش عارف يا حبيبي انت ليه عامل كده في نفسك، على طول كده كاتم روحك ولابس لبس مش من سنك. ما تسيب نفسك شوية كده وسيبني انا ساعدك ألبسك الحاجات اللي تليق عليك وتشخلع وتبينك سنك الصغير القمر ده. مش فاهم عايزة توصلي ليه. ما تسيبني انا النهاردة ألبسك على ذوقي. ازاي؟ وسع وانا اوريك. اوسعش؟ توسع. اوسعش حبيبي انا وسع. ايه رايك في القميص الحلو ده؟ هو ده قميص اصلا؟ تكون عايزه البس القميص ده؟ اه وليه لا؟ يا ربنا، انا البس الالوان دي؟ مش كفايه البتاع اللي اديتولي الملون ده؟ ده انا مكسوف منه، انا لبسته عشانك بس. انا اسمع كلامك في الحاجه اللي تخصك. اه البس بتاع ملون ماشي، فانيلا شفتيشي اوكي، ان شاء الله برطها لك في الاوضه هنا بلبوص حتى ما عنديش مشكله. اه انما في الشغل اكل العيش لا يا حبيبتي، ده سمعه وتتلط كده. يا سلام، وهي يعني سمعتك تتلط لما تلبس قميص ملون يبين سنك؟ انا من رابع المستحيلات اني البس القميص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامتك يا حاج. ليه سلامتك يا حاج؟ انت شايفاني بكح ولا بعطس؟ لا يا اخويا، لا ما اقصدش يعني سلامتك متكح والعطيس، بس يعني يا اخويا مش بعادة يعني يا اخويا كده تلبس الحاجات دي، يعني اسم الله عليك في ايه؟ لا ما مش بعادة، انما احنا اه يجوز برضو، بس اصلها مش عوايدك يعني يا اخويا. هو برضو الواحد لازم من حين لاخر كده يحس بسنه وشبابه. سنه؟ متشكرين قوي ليك يا حاج، اسم الله علينا كاننا بقينا فوق سن الاربعين. يا خبر اكيد لا، ده انتوا الخير والبركه. يا نهار اسود ومنيل، كمان بقينا بركه؟ والنبي يا اخويا ما تنساش وانت راجع تبقى تجيب لي ملايه خضرا تحطها فوق دماغي، اهو تعمل لي مقام الست السنوره تلف حواليا. انت خلاص بقى طول عمرك كده دمك خفيف يا مضروبه. وانت ايدك بتلسع يا حاج. برضه يا عسل. عسل بخفه ذنبك. والله عليك. انما وليدي بقى ايه رايك؟ حلو. لا الحق حلو حلو يا حاج قمر يا اخويا. احنا عايزين نجيب لها هي كمان ملايه خضرا نلف حواليها. بركاتك يا شيخه دلال. يا قلب دلال، يا عين دلال، ندهت عليا يا روحي؟ سمعت صوت شبه صوتك بالظبط بينده عليا، اتخبيت لك كل انت بتنده عليا يا قلبي. ما استغناش يا قلب الحاج، يا روح الحاج. ما شاء الله. خش يا حبيبتي جوه، انت احسن تستهوي. خش يا حبيبتي جوه احسن تستهوي. طيب ما تتاخرش عليا يا قلبي. مش هتاخر يا عمري. لا هتتاخر عليا، انت وحشني. انا اقدر اتاخر عليكي بس اجي ايه؟ الاقيكي شاربه العصير كله. احبوش. حبي. احبوش. يا لهوي. يا أمو قولي تاني كده. أحبوش. يا خرابي. هتوحشني. هتوحشني يا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه ده؟ مش أنا اللي قلت؟ إيه ده؟ أنت بتقولي له ليه؟ ما تخش يا بنت جوه أحسن تستهوي. هتوحشني. وانت عامله ايه يا سميحة؟ احسن الحمد لله. احبوش يا حاج. لا اله الا الله، مفيش حاجه دايره دي.
عسل انت عسل. السلام عليكم. قمر يا اخواتي، ايه الحاج اللي لابسه ده؟ ده العصفوره كتر خيرها مقيفاه اجانب. انت يا ولاد جايين خرجت من المطبخ ها؟ بتتحشي في اللي مالكيش فيه ليه؟ طب يا ستي قولي من وشي بدل ما قعدتك في الحيطه. انا مش طايقه نفسي. ما تروش على الحمار ده، انتوا عيله تشيل. اي اي منعم. الله كده تعور نفسك. مالك ايه العصبيه اللي انت فيها دي؟ بحاول اصلحها. ما تصلحهاش. وبعدين ما تضحكش عليا، في حد مزعلك جوه؟ ماما هي طنط اللي جوه دي برضه؟ والله يا ماما. طنط مين؟ اللي بابا اتجوزها. هي اللي قالت لك كده؟ لا بس انا بقول لماما سميحه وماما هدى. وانت اشمعنى يعني بتسال دلوقتي؟ بس في واحد معايا في المدرسه وانت صبب بابا عشان اتجوز واحده تانيه. ممكن مالكش دعوه بالحاجات دي وما تركزش في حاجه غير في مذاكرتك؟ انت ليه مش بتسيبي بابا عشان اتجوز واحده تانيه؟ صباح الخير. يا صباح الفل عليك يا اخويا. صباح الخير يا منعم. ايه ده؟ ولا رد الصباح. منعم ماله الواد ده؟ يا اخويا روح يعمل الواجب سيبك منه. ما شاء الله ايه الحلاوه دي كلها؟ ايه يا حاج كان فين مستخبي يا اخويا ده كله؟ جنس. جنس اه. ما انت عارفه يا نهار، هو انا عندي وقت ابص لنفسي ولا اهتم لنفسي ولا بشوف نفسي خالص؟ ده ليل بقى منها عروسه جديده جابت لي الحاجات دي، قلت اجربها بس انا مش مرتاح. ليه يا اخويا ده انت قمر؟ او النعمه قمر. بس تعرف هي طلعت بنت شاطره، فكرت في اللي احنا ما فكرناش فيه ابدا. وبعدين يا حاج انت لازم تاخد بالك من نفسك شويه. يا اخويا دلع روحك. والنبي استنى اروح اجيب لك بخور ابخرك قبل ما تخرج وانت محلو النهارده كده. لا لا مالوش لزوم يا نهار، كفايه عليا دعواتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الهي يا رب يرزقك. يوقف لك ولاد الحلال يا رب يا اخويا. خلي بالك من نفسك. اوعى البنات تعكسك. بنتي اللذينه ماشي انهار، لازم دايما تتسهوك له وتطلع هي ام قلب كبير. خش يا اللي بتخبط. يا سميحه مالك يا اختي؟ زينب بتقول انك على اخرك. اه يا بنت اللذينه، هي الولايه الناقصه دي ايه؟ ما بتبطلش نبر ونقل كلام. وديري وما اعبد ورحمه امي لكل مولعه فيها الجاز واسخ. طب اهدي اهدي بس كده وفهميني مالك. مالي ايه؟ مالي ايه؟ مالك انت؟ فيكي ايه انت؟ شايفاني مالي؟ مالي شايفاني بقطع في هدومي بشد في شعري؟ ايه مالو سلسة المجنونه؟ يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ده انت مش على بعضك خالص، مش على بعضك. لا 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 لا. بقول لك ايه، بقول لك ايه، ابعدي عني انا. هوبا ابعدي عني دلوقتي يا هدى. اطلعي بره يا هدى. مالكو صوتكو جاي باخر الطرقه ليه؟ اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا بالصدر الحنين بالمشاعر الجياشه. واهلا اهلا اهلا بقى عرض الحبايب. اهلا. ايه يا بنتي يا مصرومه مش كده؟ اوعى البنات عكسك يا حاج، تناحيك وسهواكه فارغه ودلعه. عاجبك قوي يا اختي شكله. اه يا مصرومه عاجبني. وبدل ما انت يا اختي مركزه معايا روحي ركزي مع اللي صرماكي. اه ما تفكرنيش. اه بنتي الكلاس تغني لها تخبز لنا وتقول له خد بالك من نفسك يا حاج، اوعى تتاخر عليا. وهو قول لها خش يا حبيبتي لو تستاهل. ايه الهندي اللي هم عاملينه ده؟ اخ منك يا حاج. الراجل خلاص خلاص مخه مخه ضرب، عقله خاف. البنت شوف البنت لابسها ايه؟ نفسه يلبسه؟ حرام عليه، ده خلاص مخه ساح. انا يا اختي ما شفتش الفيلم الهندي ده، انا مش فاهمه حاجه. يا اختي مش وقتك خالص. انا قلت لك 100 مره قبل كده ان انا مش مطمنه لفكرتك السوداء. بس انا بقى مطمنه وواثقه فيها. ايوه يا اختي بس كده الحاج هيطين عيشتنا. انا عايزه افهم ازاي مصرومه منها وازاي عايزاها تحبل. نركز بقى مع بعض كده شويه. دلوقتي انت البنت دي زي ما انت قلتي بالظبط مش سهله، وبتلعب معانا من الاخر كده لعبه موت. اميه اميه خلاص بقى نركز كده. هو كده لابت فيها البنت لعبه في دماغه، هتركنا خلاص عرفها وتقعد هي وتربع. يعني هي من الاخر كده مش باين لها طلاق. ايوه يا سميحه بس ده مش معناه يا اختي اننا نديها الفرصه وتبقى واحده زينا. وبعدين انت عارفه الحاج كويس لو ما طلقش دي
هيفكر في واحدة تانية يا اختي وتعجبه ويقرر انه يتجوزها، وساعتها يا اختي هيضحي بواحدة فينا. يا اختي توكسي، ده انا اللي بديهم حبوب منع الحمل، قولي لي هعمل ايه لما يعرف ان انا اللي مديت 10 حباية؟ قولي لي هعمل ايه؟ حقك عليا. انهار اتقال يا انهار، انت ست واعية وعارفة كويس ان مفيش دواء لمنع الحمل ممكن يشتغل 100 100، دي حاجة يا حبيبتي كلها بتاعة ربنا، والحاج راجل بتاع ربنا وعارف كده كويس. ايوه صح، وهو ما بيطلقش يا اختي حد خلف منه، مش كده ولا ايه؟ كده يا اختي، بس انا خايفه لا يعرف وساعتها هيطين عيشتنا. مش مهم، بس المهم انه خلاص هيبقى اتجوز 4، يمكن يتهدى ويهدى شويه. وبنت لازم اطلع عينيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه هنا مالك بتسمري كده ليه؟ لا مفيش يا حاج، مفيش. القميص عامل شغل ها؟ قوي بجد مختلف، لا بجد مختلف. مختلف؟ ندمانة؟ على ايه يا حاج؟ عشان استعجلتي في الجواز يعني؟ لا يعني. يا انا بهزر معاكي، انا بحب اهزر معاكي، بحب اشوف خدودك اما تحمر من الكسوف كده. كلميش حتى خليه يجي لي. امرك يا حاج. في حد سأل عليا؟ استاذ صفوت مستنيك من بدري. صفوت مين؟ صفوت يونس؟ ماشي. ايه؟ انت اول مرة تشوفه قميص؟ لا 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 لا، انبهار انبهار. اولا حمد لله على السلامة، ثانيا يلا بينا، مفيش وقت، لازم تيجي معايا النهاردة وتبص بصة أخيرة على المدرسة، عشان نمضي العقود بقى ونبدأ الشغل. يا اخي واحدة واحدة عليا، انت مستعجل كده ليه؟ سيبني ناخد نفسي. انت مش عايز شغل بما يرضي الله؟ طبعا احب الشغل، انما اصل المول اللي افتتحه قرب وانا المول واخد وقتي قوي. وانا يا سيدي مش هشغلك باي حاجة بعد كده، بس نخلص من شوية الترتيبات الاولانية دي. ولا انت مضايقك حماسي ولا ايه؟ لا بالعكس، بس انت عارف ان في فرق بين الحماس والاستعجال. لا ما تقلقش، أنا عارف الفرق ده كويس جدا، بس أنا عايز أشتغل. وأنا كمان عايز أشتغل، على البركة. يعني إيه؟ هتيجي معايا النهاردة؟ هاجي معاك النهاردة، ياه. طالما الشغل بما يرضي الله، نشتغل. نشتغل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يالا ده؟ إيه ده؟ معقول هي تسوق ايه؟ واحدة ست تعمل فيكم ايه؟ تقولش ست، دي 4 رجالة في بعض، دي مرمطت بينا الأرض، دي سحبت الواد شعبان من رجله زي الصرصار، وهاتك بالشبشب لغاية ما فعصته. يعني ست مفترية. مفترية دي أول درجات الرحمة بالنسبة لها، الحمد لله لحقنا البنت اللي أنت بعتها معانا طلعناها من تحتها زي ورقة البفر. يعني العملية هيك فشلت. الست دي تفشل اي حاجه يا باشا، دي فشلت جوزها نفسه. انت فاكر شعبان ده كان ايه؟ كان طويل، شعره ناعم، وعينيه خضرا. بس انتوا شو خليكم تروحوا على بيته؟ ما قلتلكم تاخدوه برا؟ مرضيش، ولما عرفت ان مراته برا البيت قلت فرصه، كنتش عارف بقى انها هتطب علينا بنت المفتريه دي. يعني حكايه بيروت هلا فشلت؟ لا هنجرب تاني وتالت، بس انت يعني ابعت لنا حته احلى من الحته اللي فاتت. خليها بعد اسبوع عشان ما يخاف، يعني بعد ما يفتحوا المول. هو كان صحيح طيب وغلبان وعايز يعمل اي حاجه عشان يرضيني، بس هو ما كانتش حيلته حاجة. في ناس كده حظها بيبقى قليل، حتى بيبقى عمرهم قصير وبيروحوا في طيس. وما اتجوزتيش تاني ليه يا خايبة؟ يا بنت يا بنت انتي لسه صغيرة وحلوة، وألف مين يتمناك؟ سوء الحلاوة جبر خلاص يا أبل، الواحدة مننا عشان تتجوز لازم لها شوية قرشينات كده عشان تساعد بيه. يا اللي بقى تروح تتجوز لها واحد قد عمرها 3 مرات عشان يصرف عليها. يا بنت اللي انتي بتقوليه ده، مالك محسساني كده ان عندك 100 سنة؟ يا بنت انتي لسه صغيرة على الكلام ده. صغيرة ولا كبيرة خلاص ما بقيتش فرق. معلش يا قبلة دوشتك في حكاياتي ومشاكلي، اما اخش اعمل الرز. حول الله يا رب. على فكرة
داخل عمور. احنا محتاجين نعمل بروفيت يونيفورم. عارف المشكله مش عارف اعمله فين. على فكره انا اعرف واحده ست بتفصل كويس جدا، ممكن اخليها توري لنا كذا شكل واحنا نختار منهم اللي احنا عايزينه. طب والله فكره حلوه، ما تاخد لنا ميعاد معاها. ايه ده هو ايه اللي بيحصل في الجامعه ده؟ لا مش عارف، بس هو كده بيعملوا مشروع ولا ايه؟ ده المشروع ده يركبوه هناك في اسكندريه بنص جنيه. عايز ايه خفيف؟ ايه ده انت سامع حد بيتكلم هادي علاء؟ ده شكله دبور وعمال يزن. يا عم انجز وقول عايز يخلص. وانت مالك يا ابني؟ نوقف في ملك الحكومه. على فكره الكافيتيريا دي بتاعت عم وهو اشتراها وهيشغلها، يعني انت دلوقتي واقف عنده. انت خلاص بقيت المحامي بتاعه؟ الله الله الله، ما تلم نفسك يا ده، انت وهو ما حدش مال عينكم هنا ولا ايه؟ يعني خلاص يا عم دول مجانين، يعني ملوش لزوم الكلام ده بقى. بس اتفضل يلا يا حازم من هنا دلوقتي حالا بدل ما اشتكيك للعميد كده. اه ماشي يا دينا، عشان خاطرك انت بس انا هسيبهم. سلام يا ولا بلاش السلام. عمرو خلاص حقك عليا انا، انت عارف اللي فيه. مش عارف يا ورس، مش عارف لما تشوف مهندسين الصيانة هيقولوا ايه، وبعدها نقرر نقول ولا ما نقولوش. انا عرفت انه راح الشركة وممكن يشم خبر يا حاج. ربنا يستر. خير يا باشمهندس. والله يا حاج مية النار كانت التروس كلها وسيستم المكن كله وقع، ولازم بتوع بلادها هم اللي عالجوها يا حاج. بتوع بلادها؟ ودول هنجيبهم منين دلوقتي؟ السيستم واقع يا حاج، والكمبيوتر بيهنج ومش قايل اي حاجة. يعني ايه مش عارف اي حاجه؟ اخرب بيوت بالساكن يا جدعان، ده احنا ماضيين عقود بملايين، اعملوا معروف اتصرفوا. نتصرف ازاي بس يا حاج؟ والله لو في ايدينا اي حاجه كنا عملناها. يعني ايه؟ مفيش فايده؟ دي تبقى كارثه. ان شاء الله ما تحضروا افتتاح المول هتشوفوا الشغل اللي على اصوله، شغل يعني. اه وهتعرفوا ساعتها بقى انا كنت بفكر فيه. ايوه يا حاج، بس الشغل في لبنان محتاج تركيز قوي. اللي موجود يا حنفي شو راح اسوي؟ انا راح اكون عيون الحاج هناك. ايوه بس اللي نعرفه يعني ان نسبه المحجبات في لبنان مش كبيره قوي يعني. بالعكس هي كانت قليله من كم سنه، بس انا بعتقد انها بتزيد وعم بتزيد. شغل الصياد ممكن يكون مغري لحل ازمه الشياكه في الحجيج. هو ده اللي انا بدور عليه، هو ده اللي انا بدور عليه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. مش عايزهم يحسوا ان الطرحه الواحده متبهدله، لا ولا الواحده شعرها وحش ولا بتخبي جمالها، لا لا لا، عايزهم يحسوا ان الطرحه هي بالطرحه هتبقى اشيك واجمل. يا سلام عليك يا حاج، هي دي فكره الاعلان اللي راح نعمله. وعايزك تركز لي على فكره الجمال الرباني، الجمال الرباني واللبس الشيك والغالي. اه كده يستقبلوا الطرحه بشكل جديد. ايوه يبقى المفروض بقى يا حاج قبل ما نبدا ندرس السوق هناك كويس ونعرف حركه البيع والشراء. اه احنا هنبعت لهم بضاعه غاليه قوي ما ينفعش تتركن هناك. كلام موزون جدا، كلام موزون جدا طبعا، خصوصا ان دي هتبقى موديلات السنه، يعني لو فضلت وما اتباعتش هتقدر وهتفقد قيمتها، واللبنانيين بيحبوا الموضه. بالظبط. اطمن، انا جاهز لكل شيء. خلاص يا حاج أبا أنا أشوف وأتابع وأراجع مع الأستاذ زكي. على البركة، وأما توصلوا للميعاد المظبوط يبقوا ادوني خبر. ماشي. ويا ريت يا أستاذ مروان تشرفنا في الافتتاح بتاع النهارده. أقعد بص برضه تشوف إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. تكرم يا حاج، تكرم. فايف ستارز، احجز له يا زكي. كمان فايف. آه ماشي. بس في شيء مهم لازم راح نعمله. مهم إزاي بقى؟ نخصص جزء من الدعاية لفكرة السبونسر شيب. جميل. اللي هو ازاي يعني؟ عقد رعاية للندوات النسائية. زي الاعلانات في ظهر فنانات اللعيبة. بالظبط. ايوه. ودي تكلف كام؟ شي 10 مليون. يا نهار اسود، ده كتير قوي. مش مهم، المهم هيجيبوا قصادهم كام. كتير يا حاج. خصوصا ان اللي بيحضر الندوات والمؤتمرات هيدي نسوين من كل الدول. طب ما نحط اسم الصياد على فنلات النادي الاهلي. ايه؟ والله فكره حلوه. مش وقته يا حاج، دي هتحتاج رقم اكبر بكتير. انت قلت لي بيحضرها ستات كتير.
سنين اشكال والوان الحاج. يبقى البركه. ده واحد مؤذي وعايز يورطك معاه في اي مشاكل وخلاص، ما تبقاش انت طيب وتديه الفرصه دي يعني. يا حبيبتي انا عايز اعرف الواد ده بيكرهني ليه؟ يعني انت مش عارف ولا انا ما استاهلش؟ يعني ايه مش فاهم؟ انت وعدتيه بحاجه؟ ايه يا عمري ده؟ لا طبعا. خلاص يعني ما خدتكيش منه، امال ليه بقى حاططني في دماغه؟ علشان هو متدلع، وعلشان هو متعود ان اي حاجه بيعوزها بيلاقيها، وعلشان هو مش قادر يتخيل فكره ان انا فضلتك انت عليه. انا مش فاهم الكلام ده، انا عايز اركز في الشغلانه، عايز انجح. على فكره متاكده انك هتنجح. والله ثقتك ده اللي مخوفاني. تقدها على فكرة. لو انت جنبي. احنا عملنا كل المحاولات الممكنة قبل ما اقول لك، كان نفسي قوي قوي يا ابني احلها قبل ما تعرف، لكن لما فشلنا كانش قدامي حل تاني غير ان اقول لك. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ومهندسين الصيانة قالوا ايه؟ قالوا السيستم اتضرب وغالبا يعني مش نافعة تاني. مرسي نعم يا حاج. العمال والموظفين يروحوا، يوميتهم ماشيه زي ما هي. يلا بعد ما نشوف هنعمل ايه. تحت امرك يا حاج. يلا يا جماعه روحوا، انتوا النهارده اجازه. يلا بعد اذنك يا حاج. اتفضل يا مرسي. ده يا حاج، ده يا حاج، نفكر هنعمل ايه في الموضوع ده. ربنا يجازي اللي كان السبب يا ابني، ربنا يجازي اللي كان السبب. انه لله. واضح يا حاج ان في حد من اخوان ورانا، في ناس عايزه تخرب بيتنا باي طريقه، عشان كده احنا لازم نفتح عينا كويس قوي الفتره الجايه دي. داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا. ربنا يا ابني ينصرك على مين يعني؟ انت عارف معنى ان احنا غير المكان ده يا حاج؟ عارف يا فواز عارف. حسبناها وطلع الفلوس كتير قوي. حد قالتها على الفلوس؟ قالتها على الفلوس غير الطلبيات اللي هتتاخر على الناس، يعني شروط جزائيه هندفعها. ايوه هي هتاثر علينا جامد، غير ان ظهرنا هيبقى مكشوف في السوق. العمل العامله دي فاهم الكلام ده كويس قوي. بس لو اعرفه وعز الجلال لله كنت راكب له سوسته في رقبته. مش ده الحل يا حاج، مش ده الحل. الحل ان احنا نلاقي حل وصرفه بسرعه قبل ما سمعتها تتضرب. لما اتاخر الشغل الناس هتقلق وسمعتها تتضرب. انت بتفكر في ايه يا فواز يا ابني؟ انا عايزك يا حاج من غير تكليف يعني ولا مؤاخذه، تشوف المهندسين بتوعنا يكتبوا تقارير عن المكنه، على ورقه المكنه المشكلة السبب في تقرير. بسيطة حاضر. دي بسيطة، خليهم يكتبوا تقرير. وانا هبعت اجيب مهندسين تانيين يكتبوا برضو تقارير. الله. طب وبعد التقارير دي كلها ناوي تعمل ايه؟ هبعت التقارير دي كلها يا حاج على المصنع اللي عمل المكن في بلاد بره. اكيد هيبقى عندهم الحل. ان شاء الله هبعت اجيب مهندسين من عندهم على حسابي. ايوه فواز يا ابني ده دول هياخدوا فلوس كتير قوي. ياخدوا زي ما ياخدوا يا حاج. حتى لو التكلفة قد المكن الجديد أنا كسبان. أنا كسبان يا حاج في الوقت. الوقت اللي بيحافظ على سمعتنا يا حاج، وده اللي هم بيحاولوا يضربوه. هم عاوزين يضربوا سمعتنا. أيوه بس والله والله ما اسمح لهم يحصل الكلام ده.